أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم في اليوم الختامي لبطولة رأس لفان الثانية للصقور. وصلنا معاكم لخمس أشواط، 30 وحش و20 جير في الشوط الجديد في هالبطولة، شوط النخبة، وأنتم عبر قنوات الكأس دائما. أهلا ومرحبا بالجميع. يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. اذا نتكلم اليوم عن اليوم الختامي، يوم التتويج، يوم الوحوش، ويوم ايضا نتكلم عن شوط النخبه للجره. دائما وابدا محمد المداد، مرحبا ومسهلا فيك. الله يرحب بك، طول عمرك يا حماد. محمد، اليوم عندنا اشواط كبيره، اليوم الوضع الى الان ما حد يعرف شيء بالنسبه خاصه لشوط النخبه والاسماء اللي فيه والجره. 20 جير بيكون شوط كبير مع اجواء، فعلا اجواء دعو. اول شيء نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ولا وصلوا للنهائي كلهم، لا هل النخبه قد خذوا جوائزهم وصلوا في شوط النخبه، والاشواط الثلاثه الباقيه اليوم الختامي ان شاء الله وختامها مسك. وبالنسبه للاشواط الوحوش اليوم، طبعا 30 وحش اليوم، قرانيس الحرار وقرانيس الشواهين وفروخ الحرار. فروخ الحرار نعم، معناته بعد والهواء اليوم الاجواء دابر. الدابر الهواء زين ان شاء الله، اجواء جميله. الهواء جميل يعني، حتى الدابر مو بقوي، هواء زين ان شاء الله، انه ما يأثر على الطيور، بالعكس يعطيها دفعة ان شاء الله، يعطيها توقيت افضل، وان شاء الله اليوم بتشوف توقيت زين. وشفنا الترشيحات على شوط النخبة، على شوط النخبة خاصة، شوط النخبة لأنه هو المستحدث الجديد في البطولة. وشوف ما شاء الله معدنا زهد نصار يعطي العافية، حاط شوط النخبة كامل 20 طير، وكل طير قرناص جير حر، قرناص جير شاهين، وجيرة الحرار. شوط بنعرف شنو الوضع. شوط قوي وتريف بطل، طير بطل، لكن انا اتوقع اليوم انه جير شاهين الاول على تريف. تريف من امس، انا احب صراحه، احب الطير ده قوي من العام، ما شاء الله طير ما فيه كلام، من ايام فرخ، من العام صحيح. والله من العام وانا قاعد في الاستديو انه مر علي الطير ده، ما شاء الله عليه تبارك الله. نروح لابو عبد الله، نشوف الوضع، نشوف الاجواء. اعزائي المشاهدين داخل الخيمه والسناح مع ابو عبد الله محمد مهري. عندك ابو عبد الله، يا مرحبا يا حماد، مسي عليكم، مسي على ضيوفك الكرام، مسي على مشاهدينا الاعزاء. طبعا اليوم وصلنا الى اخر الايام، الى الختام، اتمنى ان شاء الله كل التوفيق. اليوم عندنا القرناس الحر والشوط النخبه اللي هو الجير، طبعا المتسابقين كلهم متواجدين، والربع ما شاء الله يعني شوفهم مستعدين. حياك ابو عبد الله، حياك. طبعا احنا على الهواء الحين معي احمد بن عبد الله الخاطر، مساك الله بالخير. مساك النور والسرور، مرحبا ومسهلا. ابو عبد الله، اليوم هو مسك الختام، بيك تحدثنا عن مسك الختام اليوم. والله اليوم الكل مستعد، والله يوفق الجميع، اتمنى صراحه اني اخذ الاول، الله يوفقني ويوفق الرجل. تجهيزك اليوم للنهائي، هل كان نفس اول ايام البطوله التجهيز للتاهيل او غيرتوا التجهيز؟ لا طبعا فيها شوي قرصه. والله يوفقنا ان شاء الله، يوفق الجميع. ونشكر رأس لفان على تنظيم البطولة، ونتمنى إن شاء الله السنوات القادمة أفضل وأفضل. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق يا أبو عبد الله. سلمك وياك. طبعا هذا اللي عندي، الربع مشتطين، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، ونرجع لك بصوت الصورة يا حمد. قواك الله أبو عبد الله، يعطيك الصحة والعافية. أحمد الخاطر دائما أبو عبد الله مرشح، خاصة بالفروخ اللي يدخل فيها محمد، وضع الخاطر دائما. وشفنا ما شاء الله البيعه اللي صارت العام في السناح بعد. اي صادق، الخاطر مجتهد مثل اخوانه الباقيين، الله يوفقهم كلهم ان شاء الله. لكن شوط الفروخ اليوم بيصير فيه مفاجآت بعد.
هو فرق الحرارة. فرق الحرارة. وأنا أتوقع أنه يقعد على مستواه طير اللي هده العرجاني اللي أخذ الأول. اللي ألهمنا. اللي ألهمنا. أنا صراحة ذاك اليوم أبهرنا الطير، يعني طير ترى جديد ما كان موجود. ولا له. ولا ترشيح. ولا كان عليه ترشيح ولا شيء. صحيح. ولكن في فريق الزم عندهم فرخ. عندهم فرخ. بعد مرشح. والله الطيور اللي موجودة كلها قوية ترى اللي طلعت، وكان الجو ترى فيه ما كان. نعم. كان فيه موجات شوي، ما كان راكد ذاك اليوم المفروخ. اليوم يمكن يصير فيه تغيير. اليوم طبعا بعد الثلاثين وحش والعشرين الجير عندنا تتويج لشبابنا الصغار، الصقار الصغير والصقار الواعد اللي شاركوا قبل في أول المسابقة من الأول إلى الخامس، ويستهرون الشباب. دائما الشيء الجديد هو يجبرك أنك تتكلم عنه، اللي هو شوط النخبة. شوط النخبة لفئة الجير، المكس اللي فيها أبو مسعود الحين شوف جات الحرار، قرانيس، فروخ، الشواهين، كلها موجودة الأجل. إن شاء الله كلها إن شاء الله قريبة من بعض الطيور، يعني ما زين هم حطوا الوحوش معها بعد. ليش؟ بس أفضل خلاص، الأفضل ليها للجير، جير خلاص، خصوصا القرانيس. ما أتكلمك عن الفروخ. هل الوحوش بعد راح يطلبوا 100% أنهم أكيد الوحوش لهم يصير لهم شوط نخبة في مرمي الحالة، ما يدخل معهم جير. ودنا بعد حتى المسابقات. والله هذه. ودنا يستاهلون، والله يستاهلون. ودنا بعد بالطلع. والطلع والله كلهم يستاهلون الربع، كل أهل الطير كلهم يستاهلون. لا لا الطلع ولا أهل الجير ولا أهل الوحش. الطلع طبعا في المسابقة الجاية اللي هي موجود إن شاء الله. جمعية القناص مشارك؟ ما لا والله أنا ماني مشارك. ما شارك أبدا. لا والله ما جهزت. ما عندي شيء والله. ما عندك؟ لا والله ما عندي. لا بالله اللي عندك بس لا والله بس ما تبي تصرف. لا والله بالعكس. العام لا والله العام بالعكس. كان وضعك مع فرق الشاهين 100% كده اللي عندك الحين في. لا والله العام ما كان 100% مر الطيري ولا الله قسم لنا نسوي شيء. من العام تهدد؟ والله كل سنة نهدد إن شاء الله. كفو. كل سنة موجودين إن شاء الله ومناحرين. تقول الطول يا أبو سعود. ما عليك. وقد شفتك أنا قبل في الطلع. في صادق أنا قد شاركت جمعية القناص. صحيح. وتأهل لك طير أو طيرين؟ طير واحد. طير واحد. نعم. وفي النهاية سويت؟ ما سوى شيء. لا عقب خليت الطلع خلاص. خلاص والله ما عاد شاركت فيها، مو منها خليتها، ما عيت الطير الطيب. يبغى لك طير طيب تشارك مع الرجال، أما تجيب طير عادي. الرياح اليوم 16 جنوبية شرقية، مشايز ولا دابر؟ انا اتوقع انه دابر اليوم، ما فيه في كان دابر. اي كان دابر اليوم. الهواء 29 شوي محتر الجو، لكن لا ما عليه، الجو زين ان شاء الله. انا مو بحار. الشوط الجير نرجع لشوط النخبه، تبوع بكل هال ما انا اتوقع انه بيكون لها السهم الاكبر، يعني معنا أكثر الشباب يرشحون تريف، وتريف تستاهل الترشيح، طير بطل وطير أداءه طيب ومساره طيب. واليوم يمكن يصير من صالح الهواء بعد أنه دابر، يمكن يعطيه دفعة أقوى من جير الشاهين، لكن كمعطيات في الأشواط اللي راحت دي أنا أتوقع جير الشاهين. وهل قرنيس الشواهين؟ الجير اللي هو الجير إيه موجود. الفروخ قرانيس الحرار هم موجود، تريف معهم جيرات. معناته في حظوظ بين فيه أقول لك موجود. فرخ الجير الشاهين موجود، وقرناس جير الشاهين موجود، وقرناس الجير الحر موجود. احنا أبو مسعود ندري إنه موجود، بس نقول لك الحظ الأقوى. أنا أقول أقوى القرناس جير الشاهين. تبوع؟ إيه تبع. وتريف زهلا تريف اللي شفناه بأمانة بعد شيء خطير. يعني يمكن انا اخطي في توقعاتي، ما تدري. انا اقول لك هذا توقعي انا. هو على كل حال اتمنى ان شاء الله الفوز للجميع، ان شاء الله كلهم ياخذون اول، ما في احد منهم ياخذ ثاني. لكن انا اقول لك توقعي انا ان جير شاهين اليوم اللي ياخذ الاول، تبع ياخذ الاول باذن الله تعالى. والله يوفق الربع. واول شواط اليوم راح نشوفه ان شاء الله بعد شوي، راح يبدا معانا اللي هو قرانيس الحرار. فنقولهم على السريع قبل لا يدخلون الربع: فريق الوسيل، فريق الزم عبد الله بن عامر، فريق الوسيل حمد بن عبد الهادي بن نايفة، فريق الزم، فريق الوسيل حسن بن عبد الله سلطان عيمي،
فريق الزم فريق الوسيل، فريق الزم الوسيل ما شاء الله يعني مكتسحين الشوط هذا. تعرف حد شيء من الطيور هذه ابو مسعود؟ طير فريق الوسيل عندهم طير طيب الله يبارك فيه، اللي هي في قريص الحرام. شوفوا بعمير قريص الحرام، واول انطلاقات الاشواط النهائيه واول طيور قرانيس الحرام. ابو عمير هد، ابو عمير مرتفع، ابو عمير شوف التوقيت راح يسار الطير صار فوق. لا وين ارتفع معوض بعد 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 معوض خير، معوض خير ابو عمير. معوضين خير. ينضم معنا الآن معلقنا عدنان الفهري للتعليق على كل طيور اليوم. عدنان يا مرحبا فيك. الله يرحب بك على فضله وطاعته، امسيك بالخير، امسي محللنا بالخير والمشاهدين خلف الشاشات. لا زلنا متواصلين معكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء في هذا اليوم الختامي في هذا النهائي مع اول فئه وهي فئه القرناس الحر في هذه البطوله المنظمه من قبل جمعيه القناص وايضا بدعم من راس لفان. هذه البطوله لعام 2020 في انتظار ثاني المتسابقين وثاني الانطلاقات في هذا المساء. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين. طبعا عندنا 10 أسماء في هذا الشوط. نشوف أمامنا في هذه اللحظات فريق إلزم مع شجاع في هذه الانطلاقة. الكل في هذا اليوم يبحث عن توقيت مميز، يبحث عن ختام يكون ختام مسك في هذا المساء. نشوف معكم هذه الاستعدادات لهذه الانطلاقة من جانب شجاع ينطلق في هذه اللحظات بسم الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة في هذه اللحظات. مثل ما تتابعون مشاهدينا متابعينا الأعزاء شجاع يا شجاع شجاع يا شجاع شجاع يا شجاع في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. يصل شجاع في هذه اللحظات بتوقيت وقدر 17700. تهانينا وألف مبروك ابو مسعود. 17700 هذه التيمات اليوم تقريبا؟ تقريبا 17700 يمكن يكون فيه تحتها بعد على وضع الدابر اليوم. اي اليوم الهواء دابر. طبعا فريق الوسيل الاول طير مستبعد، معوضين خير ان شاء الله الربع. وفريق الزم الحين 17700. كم بنوصل ابو مسعود اليوم تقريبا؟ اليوم بيجي 16. نشوف 16؟ اي اول مره تصرح 16 ابو مسعود، أول مرة تذكر 16 في الاستديو. بنشوف 16 اليوم؟ ما هو في الشوط ذا. بنتابع إن شاء الله. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء لا زالت الانطلاقات متواصلة. نشوف أمامنا أبو عامر في هذه اللحظات مع التجهيزات مع مخيف. يقدم مخيف في هذا المساء أبو عامر فالك التوفيق. عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي. نشوف مخيف في هذه اللحظات. البحث عن توقيت مميز عن نهائي مميز بسم الله تبارك الرحمن. نشوف معاكم متابعينا الاعزاء هذه الانطلاقه من جانب مخيف في هذه اللحظات مع هذا البطل احد الابطال عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه. مخيف يا مخيف مخيف يا مخيف ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقه وهذه الاندفاعه من جانب مخيف. توقيت زمني وقدره 17300. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عامر ما شاء الله 17300 ما شاء الله. والى الان الاول انطلاقه ومسار ممتاز واداء فوق الممتاز بعد. طير الله يبارك فيه جناحه طيب ومساره ممتاز. لا بنشوف 16. نشوف 16 تكون اول مره ترى نشوف. لا اليوم الهواء داب نشوف 16 باذن الله تعالى. لكن انطلاقه الطير ما شاء الله مخيف
عز الله يخوف مخيف. وهذا بعد ابو عمير. اذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، رابع الانطلاقات في هذا الشوط. شوف امامنا ابو عمير في هذه اللحظات مع الاستعدادات لانطلاقة قوية في هذا المساء وفي هذا المسار. يلا يا ابو عمير، يلا يا فريق لوسيل، فريق لوسيل في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة من جانب فريق لوسيل. بسم الله على بركة الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وعلى هذا المسار في هذه اللحظات من جانب فريق لوسيل مع هذه الانطلاقة القوية من جانب فريق لوسيل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. توقيت زمني وقدرة 18300. 18300 ابو مسعود، ما ساعد الطير الارتفاع اللي كان فيه. اي ارتفع الطير، مساره واحد وارتفاعه واحد، ما نزل تحت. لا نزل ولا هو مرتفع واجد، لكنه ودك انه ماسك التراب. والطير الاول بعد ارتفع واستبعد. والحين الوضع بالنسبه لاول طيرين للوسيل 18300 بعيد يعني ما. اي بالله بعيد. عاد عندهم طيرين لوسيل والله يعظيم ان شاء الله. وانتظار حمد بن عبد الهادي بن نايفة. متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات خامس المتسابقين حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة مع رعد. رعد بطل في مرمي العام في رصيده سيارة. نتمنى له ان شاء الله انطلاقة موفقة في هذا المساء. يعني المعلومات اللي وصلتني انه ما شاء الله دائما ما بين الاول والثاني هذا الطير، نتمنى له التوفيق ونتمنى ان نشوف ان شاء الله عرض مميز لكم متابعينا الاعزاء وايضا للمشاركين. شوف رعد في هذه اللحظات، رعد بسم الله على بركة الله ينطلق رعد، رعد يا رعد، رعد يا رعد، المسار مميز في هذه اللحظات تشاهدونه امامكم مباشرة على شاشة قناة الكاس. رعد يا رعد، رعد يا رعد، رعد يا رعد، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وعلى هذه الانطلاقة. توقيت زمني وقدره 18 فلات، لو انه ما صف الطير 18 فلات أداء ومساره صف في النهاية قبل لا يقطع السنسر ولا أداء ومساره طيب. معوض خير، معوض خير ابن نايف. ابن نايف بطل بأمانة ودائما مثل ما ذكر، مثل ما ذكر معلقنا تكلم عن إنجازه دائما موجود. طير برصيد سيارة لكن ما تعرف الصواديف وش صح. وأول مرة يمكن يسويها الطير لأنه يصف قبل السنسر. 18 فلات الثالث الى الان. شوف في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء سادس الانطلاقات لفريق الزم مع مبيريك في هذه اللحظات. شوف مبيريك، يلا يا فريق الزم، يلا يا فريق الزم. الجماهير في الانتظار والمتابعين وعشاق هذه البطوله وهذه الرياضه الجميله، اتمنى لهم ان شاء الله مشاهده ممتعه. بسم الله تبارك الرحمن مشاهدينا متابعينا الاعزاء ينطلق امبيريك في هذه اللحظات مع هذا المسار. يلا يا امبيريك، يلا يا امبيريك، يلا يا امبيريك. الكل يمني النفس في هذا المساء بالحصول على توقيت مميز، توقيت قوي في هذا المساء مع فريق الزم. امبيريك يا امبيريك، امبيريك يا امبيريك، امبيريك بتوقيت زمني وقدره 18400. 18400 امبيريك بعيد. جناحه ثقيل، جناحه ثقيل طيب. حتى الانطلاقه ما كانت ذيك الدفعه، ما كانت حتى انطلاقة. اول ما انطلق شفناه طلع من السلاح، لا مو ذيك الانطلاقه. 18400 انتظار طبعا فريق لوسيل. بفاجئك معلقنا حماد مع فريق لوسيل في هذه اللحظات. نشوف معكم مشاهدينا الاعزاء سابع الانطلاقات مع فريق لوسيل مع حماد. يلا يا فريق لوسيل، نشوف هذه الانطلاقه. حماد، حماد يا حماد، حماد يا حماد. فريق لوسيل ما في انتظار انطلاقه
هذا المتسابق السابع. فريق لوسيل في هذه اللحظات تشاهدون أمامكم متابعينا الأعزاء مع حماد. يلا يا حماد، بسم الله على بركة الله. متابعينا الأعزاء ينطلق في هذه اللحظات. حماد ارتفع قليلا، حماد ارتفع ارتفع يا حماد، إن شاء الله أنه يرجع للمسار، يرجع للمسار، يعدل المسار، يعدل المسار. حماد في هذه الانطلاقة مع هذا المسار، نشوف حماد لفريق لوسيل في هذه اللحظات يصل بتوقيت وقدره 18500. لا مو متكلم، مو متكلم انا. لا لا تكلم عندك عندك. لو ان الله فكرهم من اسم حماد يمكن غير يكسر الطيبة. الطير هذا مرشح على فكرة. الله يبارك. الطير هذا مرشح. طيب ارتفع يا حماد. طيور لوسيل اليوم مو بس حماد. ثلاثة ارتفعت. اي والله كلها ارتفعت. الاول استبعد، الثاني بعد مرتفع، والثالث ايضا مرتفع. لا بس من اللي اعطاك الاسم معلقنا؟ اللي اعطاني الاسم ابو علي ظاهر محمد. محمد بن حمد. محمد بن حمد. لو والله فاكم الاسم كان امورهم طيبة ابو مسعود. بعيدهم ان شاء الله طيرهم العادة باقية ان شاء الله. ابو ماضي. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء ثامن الانطلاقات، هذا الطير المملوك لحسن بن عبد الله بن حسن بن سلطان النعيمي. نشوف بماضي معنا على الشاشة في هذه اللحظات، واسمه درب. درب يا درب، اسم جميل. نشوف إن شاء الله درب في هذه الانطلاقة مع هذا المسار في هذا النهائي المميز اللي الكل أشاد به حقيقة من عشاق هذه الهواية. الكل أشاد بهذا النهائي، شكر لجميع القائمين والعاملين، وأيضا الشكر موصول لرأس لفان على هذه الرعاية وهذا الدعم والتنظيم من قبل جمعية القناص. نشوف معكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء أبو ماضي في هذه اللحظات مع الاستعدادات. انطلق بسم الله على بركة الله. درب درب في هذه اللحظات، درب يا درب، درب يا درب، درب مع هذا المسار مع هذه الانطلاقة القوية من جانب درب في هذا الأداء. درب يا درب، درب يا درب، درب يا درب، ما شاء الله تبارك الرحمن. يصل درب بتوقيت وقدره 18200. 18200 طير حسن نعيمي. والله انا عقب التواقيت دي اشوف ان الاسد صعب. الرابع شوف عبد الله بن عامر 17300 صعب مع الباقي له طيرين. ما شفنا 17 مرتين فقط، عقبها كلها 18500 18400. الهواء على ما هو، الجو على ما هو، ما تغير يعني. نفس ما هو ما تغير. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تاسع الانطلاقات في هذا المساء في هذه اللحظات من جانب فريق إلزم. عندهم منصور في هذه اللحظات، انطلق منصور، نشوف انطلاقة منصور في هذا المسار مع هذه الانطلاقة من جانب منصور. منصور يا منصور، منصور يا منصور في هذا المسار تشاهدونه أمامكم متابعينا الأعزاء مع هذه الانطلاقة. منصور يا منصور، منصور يا منصور، البحث عن توقيت، البحث عن أداء مميز في هذا المساء، توقيت زمني وقدره 18200. 18200 الانطلاقة كيف كانت أبو مسعود؟ ما هي بالانطلاقة، نقز. إيه نقز الطير وجناحه مو بالهناك بعد، ما حرق الطير ذا، ما أخذ مسار صح، ما أخذ مسار صح ولا طار الطيارة من عدم، مع أن توقيته 18200. الرابع في النهاية ما موضوع رابع وخامس ما فيه. آخر في شقل لوسيل الحين طير رقم 10. إن شاء الله أنه يعيدهم بالطيرين اللي راحت. متأكد هذاك حماد ولا هذا؟ لا لا حماد. رقم 7 كان حماد. هذا غشام. نشوف معكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء آخر الانطلاقات في هذا الشوط مع فريق لوسيل مع غشام. يلا يا فريق لوسيل، آخر المحاولات في هذه الانطلاقة في هذا المساء المميز في هذا الجو
المميز نشوف غشام امامكم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الاعزاء. غشام يا غشام يلا يا فريق لوسيل، دائما معوديننا فريق لوسيل على هذه الانطلاقات مع هذا المسار. نشوف غشام في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الاعزاء، غشام مع هذه الانطلاقه القويه مع هذا المسار. خليك مع المسار يا غشام، غشام يا غشام، غشام يا غشام مع هذا الاداء في هذه الانطلاقه. ما شاء الله تبارك الرحمن يا غشام، غشام يا غشام. توقيت وقدره 18300 18300 اذا الف مبروك عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر الاسد بطل تعودنا عليه، تعودنا عليه في صفري ما شاء الله، سكر اربع اشواط ما شاء الله نافس عليك. على الباقي والان في قرانيس الحرار عبد الله بن عامر الاول. تستاهل، تستاهل يا ابو عامر، تستاهل عز الله، تستاهل وبطل فوق العاده ومرشح دائما وابدا. واللي قاعد يسويه ابو عامر من اول بطوله صفري الى اليوم، يعني مع ان الاسماء الموجوده معه اسماء مرشحه، اسماء كبيره، ولكن ابو عامر هدل طير 17300 انتهى الموضوع. يستاهل عز الله، هدى اداء طيب طيره وطير لوسيل اللي اخذ الزم اللي اخذ الثاني 17700 بعد. هن اول وقت وبالنايفه 18 فلات. نشوف عبد الله بن عامر الاول، فريق الزم الثاني حمد بن عبد الهادي بالنايفه، الثالث سهل ابو عبد الهادي، فريق الزم الرابع حسن النعيمي 18200. تنوعت الاسماء. الزم اللي تكرر طيرين، هذا الخامس نشوفه مع اللي هدى ابو ماضي. الطير هذا تاهل بعد وفاجانا في التاهيل. اي صادق نعم. واللي كان هد اتوقع هدى رعيه بس ما ادري الحين، اليوم هدها ابو ماضي. داخل في معمعه المنافسه الى الخامس ممتاز. نقدر نقول حاليا يعني لا بالنسبه لل انه دخل الى وصل النهائي وعقب النهائي حقق المركز الخامس، هذا طير بطل ما في كلام. يعني انه ما اخذ الاول هذا توافيق حظوظ. والاول ابو عامر، عامر ما اقدر نقول منه عامر، ابو عامر بطل ويستاهل. الرجال يتعب والرجال موجود في كل الاشواط ومنافس قوي، مو بعادي يعني. الثاني فريق الزم، فريق الزم ايضا اذا نتكلم على فريق بطل بعد وعنده انجازات. وحمد بن عبد الهادي بالنايفه عنده حمد بعد ما شاء الله عليه في انطلاق الطيره ما شاء الله، مساره كان ممتاز مشي لكن صف الاخير. ايه الطير ذا لونه صف الاخير كان كسر، كان دخل معاه على 17 صحيح. والله اداءه وجناحه قوي والله. برصيد سياره. وحمد عبد الهادي بطل فوق العاده ايضا، دام الطير عنده انجازات قبل وموجود هنا. الصفه هذه هي اللي اثرت مرتين صف. شوف صف مرتين و18 ايه. فلات طير بطل معوض خير يا ابو عبد الهادي، وان شاء الله البطولات الجايه باذن الله. الثالث ادري ما يرضيك لكن ان شاء الله الله يجيبها ان شاء الله. فريق الزم طيرهم خذ يسار، خذ يسار لكن طير جناحه قوي الله يبارك فيه. عوض عوض الانحراف من المسار، عوضه بقوه الجناح. و17700 لو ماخذ مسار صح، هذه صواديف احنا نتكلم على تحليل ما بعد الهدد يعني. هذا الطير البطل ما شاء الله، هذا طير انطلاقته كانت ممتازه ومساره وجناحه واداءه صراحه يستحق الاول. الطير ذا يعني من اول ما طار من يد ابو عامر وهو ماسك المسار الصحيح وانطلاقته وجناحه اداء ممتاز ما شاء الله يا ابو عامر. الله يبارك لك يا ابو عامر. اول اشواط خلصت اليوم. قرنيس الحرار ملك لابو عامر. اذا نتكلم عن الشوط الثاني ابو مسعود، قرنيس شواهين طبعا مرشح فوق العاده حسن الجقيري في طير طيرين ثلاث اربع خمس طيور عند حسن الجقيري. ابو عامر موجود عنده طيرين في الشوط. ابو عامر موجود عنده طيرين نعم صحيح. ابو عامر هو بطل الصفري، هو بطل الصفري في قرانيس الشواهين. فريق لوسيل ايضا متواجدين، فريق الزم بن خباب موجود، بن خباب نعم رقم اثنين. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.
بانتظار بداية الشوط الثاني. قرايمس الشواهين الأسماء الموجودة: حسن الشقيري، محمد بن خباب، النعيمي، حسن الشقيري، عبد الله بن عامر، بن دي الكعبي، حسن الشقيري فريق الزم، حسن الشقيري أيضا فريق لوسيل، حسن الشقيري، عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر شوف عنده الطيرين، بس ما نعرف الطير اللي هو المرشح الأقوى، هل هو الرقم 4 أو رقم 10؟ كلها إن شاء الله مرشحات طيور العشرة الموجودة. أنا بنعرف بطل أصفري لو مشكلة ما يسمون الربع. هنا 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 نتكلم أبو مسعود، أنا لو إيه لو تسمي طيرك عاصا نعرف الطير هذا هو خذ الأول ولا الثاني ولا الثالث، بغض النظر عن تسمية الطير اللوسيلي اللي إن شاء الله ما عاد يسمونه ثاني مرة. ليه؟ لا لا إن شاء الله هو الطير طيب، لو مو طيب ما سموه على اسمك، لكن ارتفع الطير وحسن سواها فينا أبو عمير ما أدري. زين حلو. اللي خذ بطولة الصفري رقم 4. رقم 4 نعم. تدري لو كان رقم 10 بيسبب ضغط ضغط كبير على الشوط. رقم 10 مو بهين بعد، كان ماخذ الرابع. رقم 4 هو البطل صح؟ هو البطل، بطل الصفري. هو كان بطل الصفري. موفقين الربع كلهم ان شاء الله. نهائيات ما تقدر تتكلم. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء مع ثاني الأشواط. أشواطنا في هذه اللحظات لفئة القرانيس شواهين في هذا المساء. بنشوف معكم أول انطلاقة مع أخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي مع الدخيرة في هذا المساء. الدخير أكيد أن ذاخرها لمثل هذه الانطلاقات. بسم الله تبارك الرحمن. مشاهدينا متابعينا الأعزاء على هذه الانطلاقة وعلى هذا الأداء مع هذا المسار من جانب الدخيرة. الدخيرة يا الدخيرة، الدخيرة يا الدخيرة. أتمنى إن شاء الله أنها ترجع للمسار الدخيرة في هذا الأداء مع هذه الانطلاقة اللي كانت صراحة وحقيقة انطلاقة قوية. 18 فلات لا فيها أفضل، فيها أفضل. خذت يمين واجد بخيرة، واجد خذ يمين الطير ذا. بس جناح واحد ما شاء الله. لا جناح واحد لكن خذ يمين الطير، خذ يمين واجد. أول طيور حسن شقيري واللي هدى ناصر المهندي وبانتظار بن خباب. 18 فلات أول طيور. نشوف التوجيهات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء. شوف التوجيهات وأيضا حديث ودي بين الأخوان المشاركين المتسابقين اللي تسودهم روح الأخوة في هذا في مثل هذه المسابقات. نشوف متابعينا الأعزاء ثانية الانطلاقات مع أخونا محمد بن خباب بن مقرن النعيمي مع انطلاقة الصارم. الصارم في هذا المساء باحث عن توقيت مميز. بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نشوف انطلاقة الصارم في هذا المسار مع الصارم. الصارم يا الصارم يرجع للمسار في هذه اللحظات مع هذا الأداء وهذه الانطلاقة من جانب الصارم. يلا يا الصارم، الصارم يا الصارم، الصارم يا الصارم، الصارم مع هذا الأداء وتوقيت زمني وقدر 17.900. ما شاء الله يا ابن خباب، ما شاء الله يا ابن خباب، مع انه مرتفع يا ابو مسعود. مرتفع لكن نزل تالي وعوض نزوله، ذا يعطيه الدفعة ترى بعد. اول التيمات اللي نشوفها فيه متحدي. فيه تيمات. عاد بننزل؟ اي بتنزل، شواهين بتنزل. كم؟ وصل 16. ولكن مو بشوط هذا. لا مو بذا، 16 يمكن في شوط النخبة تشوف. على الجيرة. على الجيرة نعم. ولا 17 فلات. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ثالث الانطلاقات. أخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي في هذه اللحظات مع رحية.
أرحية في هذه الانطلاقة، ثالث الانطلاقات مع هذا المسار. شوف نتابع معاكم مجريات هذه الانطلاقة مع أرحية. يلا يا أبو علي. أرحية يا أرحية، اسم جميل، اسم مميز. أرحية. تابع معكم هذه الانطلاقة بسم الله تبارك الرحمن. مشاهدينا متابعينا الأعزاء على هذه الانطلاقة من جانب أرحية في هذا الأداء وهذا المسار، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وهذه الانطلاقة. يلا يا أرحية، أرحية يا أرحية، أرحية يا أرحية. نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت. 17700 في هذا المسار. 17700 الأول. حسين الشقيري تعودنا دائما على التيمات هذه، والحين 17900 في الاول، الان 17700. ما شاء الله الشوط هذا بيقعد في نزول، كل طير يكسر لي قدامه. بالنسبه للطيور حسن الشقيري 17900 17700 نعم. تنزل بعد؟ لا، الشقيري 18. نشوف البطل. نشوف متابعينا الاعزاء ابو عامر في هذه اللحظات، رابع الانطلاقات، عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي مع الذيب في هذه الانطلاقه. نشوف الذيب مع هذا المسار، بسم الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقه مع هذا المسار. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الاداء. الذيب يا الذيب، الذيب يا الذيب، الذيب يا الذيب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء وعلى هذه الانطلاقه. بنشوف توقيت، نشوف توقيت. الذيب بتوقيت وقدره ما شاء الله 16800. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عامر. ما شاء الله ما شاء الله عليه، طير من اول ما طار من يده تشوف الطير شلون ما شاء الله عليه. الله يبارك 16800. تكلم عن تيم خيالي مع الارض، انطلاقه جناح واحد احرق من اول ما طلع للنهايه. ما شاء الله عليه، الطير يفرح. طير بطل ما شاء الله، طير بطل، لازم يحافظ على مستواه. 16800 صعب ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عامر. صعبه صعب عليهم، صعب على الباقيين. 17 فلات ما شفناها، 17 فلات ما شفناها، شفنا 16 دايركت. صعب المهمة والله أبو عامر. نشوف مشاهدينا متابعينا الأعزاء خامس الانطلاقات بعد ما شفنا هذا التوقيت المميز. نشوف هذه هي الانطلاقة، خامس الانطلاقات، أخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي مع الخور. هذه المدينة العريقة، مدينة الخور. مسي على أهل الخور بالخير. نشوف هذه الانطلاقة، نشوف الاستعدادات. يلا يا الخور، يلا يا ابو علي، نشوف انطلاقة الخور، نبغي توقيت. الخور في هذه اللحظات مع هذه التجهيزات والاستعدادات من اجل الانطلاقة. إذن مشاهدينا بسم الله على بركة الله انطلقت في هذه اللحظات الخور. نشوف انطلاقة الخور مع هذا المسار مع هذا الأداء في هذه اللحظات، انطلاقة قوية من جانب الخور. أتمنى أن نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت يا مشاهدينا ويا متابعينا الأعزاء. الخور توقيت زمني وقدره، نوافيكم إن شاء الله بالتوقيت. ما صاد السنسور، نتوقع أنه خذ يسار واجد تقريبا، يعني حول 17 اتوقع على انطلاقته، مع انه خذ يمين عقب رد يسار. يسار ما ادري. طير رقم 5 حسن الشقيري، ردينا على السنسر وطير حسن. اشون اللي قبله صاد السنسر. حسن عنده مشكله كان حتى في التاهيل 18600. اي انا اقول لك الطير خذ يسار واجد بعيد. إذا مشاهدينا الأعزاء سادس الانطلاقات في هذه اللحظات مع فريق إلزم. فريق إلزم في هذا المسار، مسار التحديات في هذا النهائي. النهائي المميز، نشوف إن شاء الله هذه الانطلاقة معكم متابعينا الأعزاء، نوافيكم بهذه المجريات من الانطلاقة وحتى النهاية.
نشوف هذه التجهيزات الاستعدادات من جانب فريق الزملي. هذه الانطلاقة بسم الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة من جانب فريق الزم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء قوي، مسار مميز في هذه الانطلاقة من جانب فريق الزم. الزم يا الزم، الزم يا الزم، الزم يا الزم، الزم يا أبو عامر أنت في خطر يا أبو عامر مع انطلاقة الزم في هذه اللحظات. توقيت وقدر 17700، 17700 الزم، انطلاقة مسار ممتاز الثاني، ولكن طير أبو عامر خلصها. ما أدري، فيه طير للوسيل بعد قوي، بيكون له رقم 16800. اللي جاب 16800 إن شاء الله يجيبون مثله، معناه أنا أقول إنه صعب رقم صعب أبو عامر. عز الله صعب صعب 16800 صعب، مع كل الاحترام والتقدير لكل الأسماء الباقية، ولكن 17 بلات ما شفناه، نزلنا على طول 16 اللي بغيت انت من اول المسابقه يا ابو مسعود. لا لا ما شاء الله عليه، طير ابو عامر بطل. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشوف معكم في هذه اللحظات ايضا سابع الانطلاقات، سابع التحديات في هذا المسار. اخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي مع البركه في هذه اللحظات. يلا نشوف هذه هي الانطلاقة، نشوف توقيت يا أبو علي، مطالب بتوقيت أحد المتسابقين، أحد المشاركين الأقوياء في هذا المجال من المحاربين القدامى مثل ما يقولون. أتمنى له التوفيق، ولجميع أيضا الأخوة المشاركين في هذه البطولة أتمنى لهم التوفيق أيضا في قادم البطولات. نشوف هذه الانطلاقة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بسم الله تبارك الرحمن، نشوف هذه الانطلاقة من جانب البركة في هذه اللحظات مع هذا الأداء المميز والانطلاقة. إن شاء الله أنها انطلاقة قوية، إن شاء الله نشوف توقيت، إن شاء الله نشوف توقيت، نشوف توقيت يا مشاهدينا ويا متابعينا الأعزاء، ولكن تغير المسار في هذه اللحظات، إن شاء الله ترجع للمسار بتوقيت وقدر 18300. 18300 بعيد، 18300 بعيد. انا اقول الطير اللي بيجي الحين طير الوسيل مرشح، مرشح بيجيب رقم قوي ان شاء الله. الله يوفقه، اذا ما كسر التيم بيكون ان شاء الله منافس له. يعني الطير هذا لونه ما انحرف من مساره. نشوف بعمير، نشوف مشاهدينا متابعينا الاعزاء ثامن الانطلاقات في هذه اللحظات من جانب فريق الوسيل. شفنا ترشيح من قبل المحلل وايضا اخوي حماد على هذا الطير مع هذه الانطلاقه النوف. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشاهد واياكم انطلاقه النوف في هذه اللحظات مع هذا المسار. هذه هي الانطلاقه القويه كما عودنا فريق الوسيل على هذا الاداء. النوف يا النوف، النوف يا النوف، النوف يا النوف، النوف باحثه عن توقيت قوي، عن توقيت مميز في هذا المسار مع هذا الاداء. النوف بتوقيت وقدر 17600، 17600 اداء ممتاز، اداء مسار ممتاز، ولكن 16800 صعبه، صعبة قوية من الآخر. هذا رشحته أبو مسعود الطير، فعلا أداءه ممتاز مساره، ولكن أخذ الثاني هو الحين، الثاني 17600 صعبة، صعبة اللي سواه أبو عامر صعبة. والله النوف ما شاء الله عليه أداءه طيب، وطير أبو عامر ما في كلام. باقي عندنا طير حسن الشقيري رقم 9 وعبد الله بن عامر رقم 10. عاد ابو عامر عنده طير اخر الطيور في هالشوط، ولكن صعب رقمه، صعب. شوف، نشوف معكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هذه هي الانطلاقه، تاسع الانطلاقات، انطلاقه الشوط ما قبل الاخير مع أخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي في هذه الانطلاقة مع العقدة في هذه اللحظات مع هذا المسار. نشوف انطلاقة العقدة متابعينا الأعزاء، نشوف أخونا محمد أو عفوا حسن في هذه
الانطلاقة مع هذا المسار. إذن بسم الله على بركة الله نشوف انطلاقة العقدة في هذا المسار، العقدة في هذه الانطلاقة لأخونا حسن بن علي بن محمد الشقيري المهندي، مع العقدة في هذه الانطلاقة. العقدة هي العقدة، العقدة هي العقدة. نبغى نشوف توقيت، نبغى نشوف توقيت يا أبو علي، نبغى نشوف توقيت، ولكن وصلت العقدة بتوقيت وغدرة 18500. إذن ألف 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 مبروك وعامر عبد الله بن عامر يستاهل، وباقي له طير رقم 10. عجز الجميع، خذ الشوط اللي قبله وخذ الشوط هذا بعد، ومن لا عاده ما يخليها يستاهل. وعامر عز الله له عوايد شفناها في صفري، اربع اشواط ما هي بقليله، والله يستاهل مع الاسماء والفرق الموجوده والاسماء الكبيره كلهم، ولكن ابو عامر مميز وبنشوف اخر طيوره. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، آخر الانطلاقات مع أخونا عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي مع النوف، هذه المزرعة، مزرعة النوف. نشوف هذه الانطلاقة من جانب أخونا أبو عامر في هذا المسار، بطل هذا الشوط أبو عامر. يا أبو عامر شوف هذه الانطلاقة في انتظار انطلاقة النوف، انطلاقة النوف متابعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات. بسم الله وعلى بركة الله نشوف وياكم هذه الانطلاقة من جانب النوف في هذا المسار مع هذا الأداء. إن شاء الله ترجع للمسار، إن شاء الله ترجع للمسار النوف، ترجع للمسار النوف. ارتفعت النوف في هذه اللحظات مع هذا، مع هذه الانطلاقة. نقول لك إن شاء الله معاوض خير يا أبو عامر. توقيت وقدرة 19500. ألف مبروك أبو عامر، تستاهل، سويت اللي عليك وزيادة. يستاهل أبو عامر، بارك لهم، بارك للربع الموجودين، يستاهلون، يستاهلون الربع. أبو عامر دخلنا في 16800، وبنتظر أنا، بنتظر شوط. شوف من الأول، الأول عبد الله بن عامر الكعبي 16800 الرقم المميز إلى الآن. فريق لوسيل 17600 أقل تقريبا ثانية. فريق ألزم 17700، حسن الشقيري الرابع 17700، محمد بن خباب 17900. الأول والثاني والثالث عبد الله بن عامر، فريق لوسيل ألزم، حسن الشقيري الرابع. هذا اللي بتكلم فيه الآن. حسن الشقيري يوم من الأيام يسكر الشوط. صادق، كان قرناس الشاهين ما حد يطلع، قرناس الشاهين قد سكر 10 بالضبط. وكنت اسال الشباب الباقيين اقول لهم ليش قرناس الشاهين وينكم عنهم؟ يقولوا ما نقدر لان حسن موجود، رجال يشتري، رجال مجتهد جابل، ولكن الدروب هذا دروب واضح نشوفه عند حسن، شيء ضروري ان نتكلم فيه، ان شفنا نشوف حسن يسكر شوط والحين حسن يا الله يجيب الرابع. غريبه، يمكن عنده الطيور اللي هو ذيك السنين كانت طيوره جاهزه بدري، يعني طيوره قبل طيور الشباب، فيه طيور قويه موجوده منافسه، ما كانت جاهزه في وقت المسابقات اللي في اول موسم، خصوصا الشواهين بعضها يمسك ريشه، ما يقط ريشه بدري، ما يصفي بدري. الشاهين اذا مو مصفي ما ادى لك اداء جيد. يعني القرانيس هذه هي قرانيس العام؟ اكيد اتوقع انها قرانيس العام، معناته في دروب، يعني الشواهين هذه ابطال. اي صحيح، اول العام ابطال، اللي قبلها يمكن اختلف، في مرمي كانت ابطال. نعم شفناها، يمكن اختلف عليهم التجهيز، ولا صار عندهم خلل في الطيور، في العلف، في شيء، ما ادري انت ايش اللي صار عند التجهيز. ودنا ابو علي يرجع من جديد، والله ودنا ترتيب الامور. كان الشوط له شوط قرناس الشاهين، ما كان حد ينافسه فيه بالضبط. وكان حسن الشقيري بطولات بالكويت خالصة، يروح حسن ياخذ الأول والثاني ويجي، وهذا أنا شاهد عليه. أي صادق، مرة ومرتين وثلاث. الحين في شو في شيء ممكن نشوفه عقب إن شاء الله، بقابله مرة. أخذت منه، هو ما ياخذ لقاءات، أخذت منه لقاء مرة لما سكر الشوط العشرة، قال سكرت الشوط باخذ معاك لقاء، وفعلا أوفوا يومها. ناطرينك أبو علي
البطولات جايه والمعترك الكبير مرمي، وباذن الله تعالى انك تكون متواجد وبقوه مثل ما عودتنا دائما. شوط بشكل عام 16-800، وبتكلم معاك الحين ابو مسعود على 16-800، وبنتظر شوط الجير اللي هو شوط النخبه، هل بنوصل 16-800؟ ان شاء الله نحن بنوصل في شوط الجير. وصلت معلومة الحين ان طيور حسن الابطال اللي مرتكي عليها الى الان ما جهزت، ممكن جاهزة بس ما دخلها يجهز. يعني اقول لك يمكن الطيور عليها فيها مشكلة، يعني خصوصا الشاهين ترى ما هو بشرط ان هي صفي بدري، يعني ولا بعضها يمكن توهم صفي ما مداهم يجهزونه، ولا مداهم خلينا حق المسابقة المرمي اكثر، ترى في شوهين مخلها حق مرمي ما دخلوها ما خلصت. تعودنا دائما حتى في البطولات هذه حسن دائما الاول الى العاشر، الاول الى الخامس الاول. نروح حق ابو عبد الله في الخيمه ونشوف شنو الوضع اللي صاير عندك ابو عبد الله. مرحبا بك يا حماد، رجعنا لكم من جديد. طبعا بعد شوط القرنيس الحرار قرنيس الشوهين، طبعا ما زال البطل نسميه الصعب متصدر الى الان عامر بن دية الكعبي، ومعانا المتحدث الرسمي عامر، مساك الله بالخير يا اخي فضل. يا مرحبا يا اخي عبد الله، ابشرك حاصل على المركز الاول قرنس الشوهين وقرنس الحرار الحمد لله. احنا نبارك لكم ونقول لكم الف الف مبروك هذا الانجاز، وتستاهلوا الناموس. الخير تستاهل الطيب يا شيخ. طبعا هذا يقول لك الوصول للقمه سهل، لكن المحافظه عليها مش شيء سهل، واحنا نبارك لكم ونهنيكم على المحافظه على المركز الاول المره الثانيه على التوالي. اللهم لك الحمد، حاصلين على المسابقه اللي طافت المركز الاول والثاني، والمسابقه هذه محصلين على المركز الاول في كل شوطين، وان شاء الله شوط النخبه اللي نطير ان شاء الله. توعدونا ان شاء الله شوط النخبه؟ ان شاء الله. لكم ان شاء الله كل التوفيق. جزاك الله خير. طبعا هذا كل ما عندنا، الربع الباقي عندهم شوط النخبه، اتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، ونرجع لك بالصوت الصوره يا حماد. قواك الله ابو عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه. اذا شفنا فضل تكلم، فضل مع ابو عامر حافظين على الاشواط اللي اخذوها، والى الان يهددون في شوط النخبه ان شاء الله. اتمنى على اللي شفناه يقولون يطولون. والله كفو عز الله الربع على 16-800. اذا نرجع على التيم 16-800 قرناس شاهين جابه فيها الشوط، كم بتكون الجرة شوط الجرة شوط النخبة؟ ترى قرناس شاهين مو بسيط، سريع مو بسيط، عيل قريب من الجيل. عيل لما تكلمنا انه يدخل في شوط النخبة قلت لا ظلم للشاهين، ما يصير دخل الشاهين وتخلي الحرار، خلي هو ما عليش هو لها شوط نخبة. لا ما لهم، مو في البطولة هذه الوحوش. ايه الوحوش لها شوط، هذا الحين شوط، هذا شوط استثنائي. حطته حطوها راس لفان زي. نشكرهم على دعمهم للجير لو داخل معها الشاهين هذا ممكن ياخذ عليهم الاول، ما تدري، وممكن وبقوه يمكن على اللي شفناه ما تدري، بس بتشوف توقيتات طيبه يعني في حتى لما سالت الربع حتى في الخيمه قلنا مثلا الوحوش ما دخلوا مع الجاره في شوط النخبه، قال لا تظلمونها، لا ما تظلم، ممكن عندك طير فارط نفس الطير هذا بس 16-800، وممكن الجيره كلها بشوفها ما تجيب 16. لا بتجيب، بتجيب 16. اي بتجيب 16 ان شاء الله، ان شاء الله مع الجيره ان شاء الله راح يجير يا ابو مسعود. انا احب الطير كله، الجير وغيره. لا غالبا وغالبا انت معهم دائما وابدا. انا لاحظت الكشف الحين يا حماد، ايه الطير اللي فاجانا وتاهل الاول طير العرجاني، اشوفه في الكشف باسم عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند، انتقلت ملكيته الظاهر باسم المسند، ما جانا الخبر الى الان. هو في الكشف موجود باسم المسند، هو هذا هو رقم الطير، رقم الطير موجود، الشريحه رقم الحجل موجود، رقم الشريحه موجود، اللي هو رقم ثمانية فريق الزم في الحرار، فروخ الحرار. ها فروخ الحرار العرجاني مو موجود؟ لا ما له اسم في الكشف، لا خلنا نشيك عليه لان يهمنا موضوع هذا العرجاني. لا وين، ليش ما بلغ، ليش ما قالوا لنا؟ انا اقول لك هذا موجود في الكشف قدامنا، احنا نشوف الليلة. فرخ الحر
انا ادور اسمه قبل شوي ما حصلته ورجعت الارقام الحجول وذي لان اذا بنتاكد من الربع اذا فعلا هل انتقلت الملكيه ولا لا. طير رقم 8 صحيح العرجاني مو بهني. مبارك العيل لين نتاكد منه نشوف الرئيس ما موجود هو الحين. تمت البيع يعني بنتاكد اذا هل فعلا تم لان فعلا اسم العرجاني مو موجود. والطير ما شاء الله على شفته يا ابو طير مسعود. طير طير اداء ممتاز وفاجئ الجميع صراحه. نقل الملكيات المبيعات اللي تصير في البطولات هذه قبل المعترك الكبير ممكن هي التركيز الاكبر عليها الان خصوصا البطولات اللي في بدايه الموسم هي اللي يصير فيها البيع الكبير لان العالم كلها تبغي هذه تنشيط كلها مثل ما تقول تنشيطيه للبطوله الرئيسيه بطوله مرمي. فالعالم يبغون في مرمي يكونوا متواجدين. الطير الاول في اللي فيها الشوط. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء في هذه الانطلاقه ثالث الاشواط في هذه اللحظات نشوف اول المشاركين. نشوف الكينج هذا الطير اسمه الكينج للشيخ جاسم بن مبارك بن عبد الله الاحمد الثاني مع هذه الانطلاقه اول الانطلاقات. نشوف هذا المسار معكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. اذا هذه انطلاقه الكينج مباشره امامكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. ارتفع الكينج لكن ان شاء الله انه يرجع للمسار ان شاء الله يعود للمسار. هذه الانطلاقه ارتفع الكينج والله ان شاء الله يعوض على راعيه. هذه انطلاقه الكينج مثل ما تابعتوها امامكم مشاهدينا الاعزاء بتوقيت وقدره 20400. ارتفع الطير واجد قبل كان محقق المركز الثالث في التأهيل. هو ثالث في التأهيل؟ كان الثالث في التأهيل. عوض خير الشيخ جاسم بن مبارك أداءه في التأهيل كان أفضل ممتاز كان في التأهيل ولكن الحين ارتفاع ما لعب ارتفع واجد الطير. الفروخ في الدابر يختلف عليها الوضع؟ اكيد يختلف شيء جديد عليها بعضها اكثرها ما ندعى دابر ولا القرانيس قد دعية الدابر ودعية ناطح. لا زال التواصل مستمر مع حضراتكم متابعينا الاعزاء. ثاني الانطلاقات مع فريق الوسيل في هذه التجهيزات امامكم على شاشه قناه الكاس مع هذه الانطلاقه انطلاقه ادهم مع هذا المسار ورحلة البحث عن توقيت قوي في هذا النهائي. يلا يا أدهم يلا يا أدهم. شوف انطلاقة أدهم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء خلف الشاشات. انطلاقة أدهم على أهبة الاستعداد في هذه اللحظات لهذه الانطلاقة من جانب أدهم لفريق لوسيل. يلا يا فريق لوسيل بنشوف انطلاقة قوية بنشوف توقيت حدث في هذا المساء. طبعا هذا الشوط يليه شوط النخبة شوط الأشواط شوط المعترك. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين. إذا هذه مشاهدينا متابعينا الأعزاء انطلاقة أدهم في هذا المسار مع هذا الأداء. أدهم يا أدهم لفريق لوسيل في هذه الانطلاقة من جانب أدهم 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 أدهم. يلا يا أدهم نبغي نشوف توقيت. أدهم 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 غير المسار لكن إن شاء الله يرجع إلى المسار بتوقيت وقدر 18700. 18700 أبو مسعود بعيد ولا ما تدري الفروخ يمكن يكون مو بعيد. هذا الخامس في التأهيل. هذا كان خامس التأهيل عند فريق لوسيل. الطير اللي بيجي الحين بيحدد من البعيد ومن القريب. الحين اللي هو طير طير قوي وكان محقق المركز الثاني. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ثالث الانطلاقات مع فريق إلزم يا إلزم
هذا الفريق اللي دائما رافع شعار التحدي. شوف هذه المنافسة مع انطلاقة عزام، فريق إلزم والتجهيزات تحضيرات لانطلاقة عزام مع هذا المسار. شوف الانطلاقة في هذا المسار وفي هذا المساء. يلا يا فريق إلزم، شوف انطلاقة عزام. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء مثل ما تابعون أمامكم مباشرة، هذه هي انطلاقة عزام. عزام عزام في هذا الأداء مع هذا المسار، انطلاقة موفقة لعزام في هذا الأداء وفي هذه الانطلاقة. عزام يا عزام، عزام يا عزام، عزام يا عزام مع هذا الأداء وفي هذا المسار يصل بتوقيت وقدرة 18400. 18400 ترشيحك للحين؟ انطلاقته ستارته كان قوي وممتاز، ولكن كان يحتاج الجناح. صحيح، انطلاق حتى انطلاقته في البدايه ستارته ما احرق الطير. طيور الزم معروفه من البدايه الاول. اسمع يا صادق، الى الان هو الاول، لكن 18400 وبيعطونا الربع الحين اخونا عيسى والشباب يعطونا الطير رقم 8. هل انتقلت ملكيته من العرجاني الى عبد الله بن ناصر؟ وشوف شنو الترتيب. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشوف انطلاقتنا الرابعه في هذا المساء. هذه هي الانطلاقه من جانب احمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الخاطر مع كرار. نشوف انطلاقه كرار في هذا المساء مع هذا المسار. كرار، يلا يا ابو عبد الله، يلا يا ابو عبد الله، نبي نشوف انطلاقة كرار. كرار مع ابو عبد الله في هذا المسار وفي هذه الانطلاقة، رابع الانطلاقات. إذا بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء نشوف انطلاقة كرار. ارتفع كرار، ارتفع كرار، ارتفع كرار، ارتفع كرار عن المسار، ولكن ان شاء الله انه يعود ويرجع ان شاء الله للمسار. ان شاء الله يعود يرجع المسار. ارتفع كرار، الله يعوض على ابو عبد الله. هذه الانطلاقه، انطلاقه كرار. توقيت ما صادها السنسر، ما صادها السنسر. بنشوف بس توقيته بيصير ثقيل. طيب ارتفع، ارتفع وخذ يمين، خذ يمين وعلى الراحه. وبيعطونا الربع التيم اتوقع بعيد، مع ان ابو عبد الله دائما عنده الشيء الجيد خاصة في الفروخ. شفنا ما شاء الله فرخ العام والآن. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء خامس الانطلاقات مع عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري في هذا المسار وفي خامس التحديات. نشوف أبو سعيد وأيضا شبل سعيد بن عبد الله في هذه الانطلاقة مع هذا المسار. اسم الطير غريب، اسمه اي ال، ولكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في هذه الانطلاقة. اتوقع ان اسم المزرعة. نشوف انطلاقة اي ال في هذه اللحظات مع ابو سعيد. شوف التجهيزات من اجل الانطلاقة. ابو سعيد صعب، احد يعني من اقوى المشاركين. نشوف انطلاقه تي ال متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات مع هذا المسار. نشوف انطلاقه تي ال اي ال في هذه اللحظات مع هذا المسار. اي ال اي ال ارتفع، ارتفع اي ال، ارتفع اي ال، لكن ان شاء الله يرجع للمسار، يرجع للمسار. ارتفع اي ال مع هذه الانطلاقه من جانب اي ال اخونا عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري. ما صاد السنسر في البدايه وبيعطونا الربع التيم. طير احمد عبد الله الخاطر 19 بعيد عن الترشيحات. الحين بنشوف تيم عبد الله بن سعيد الانطلاقه هذه. ارتفع الطير ابو مسعود، ارتفع. نعم وفعلا مثل ما ذكرت ابو مسعود صحيح الكلام، انتقلت ملكيه الطير رقم 8 من العرجاني الى عبد الله بن ناصر المسند. عز الله طير طيب، شراغ طير طيب، ادى اداء ممتاز في التاهيل، وان شاء الله ان شاء الله انه يؤدي اليوم. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء سادس الانطلاقات لفريق إلزم
في هذه اللحظات مع الزير، عندهم الزير في هذه اللحظات. نشوف انطلاقته مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع هذا. اذا بسم الله تبارك الرحمن، نشوف معكم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء انطلاقة الزير في هذا المسار مع هذا الاداء. نشوف ما شاء الله مسار مميز في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة للزير. الزير 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 يا فريق الزم، فريق الزم باحث عن توقيت، باحث عن التحديات في هذا المسار. توقيت وقدره 18700 مع الزير، مساره ممتاز، جناحه كان زين، ثقل في الاخير الى الان الثالث. ابو مسعود والله شوف انه ثقل الطير في الاخير، وترى الهواء ركد ما عاد هو مثل الهواء الاول اللي كان على الشوطين اللي قبل. التواقيت بتكون هذه التواقيت؟ هذه التواقيت حتى في الجير؟ تقريبا ما هو بالجير بيكسر ال 18 18 عاد قمنا ندور في الجير 18. الهواء هو وياه ركض، الهواء ركض ركض، وقف الهواء مو الهواء. انا اول ما جينا بيعطينا مخرجنا بعد شوي الهواء نفس ما هو الهواء. ما احنا ما نبغى اللي عند مخرجنا، نبغى اللي احنا نحسه في الاستديو. احنا في الاستديو نحس الهواء، ما السنسر عندنا ما يحتاج. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشوف معكم هذه الانطلاقه، سابع الانطلاقات. اخونا حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه في هذه اللحظات شوف التجهيزات من اجل الانطلاقه، سابع التحديات. يلا يا ابو هادي، يلا يا ابو هادي، مطالب بتوقيت، مطالب بعرض في هذا المساء وفي هذا المسار. شوف ابو هادي متابعينا الاعزاء مباشره امامكم على قناة الكاس لهذا النقل والبث الحي والمباشر. يلا يا ابو هادي. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشوف الانطلاقه في هذه اللحظات من جانب هذا الطير المملوك لابو هادي مع هذا المسار مع هذه الاندفاع في هذه اللحظات. البحث عن توقيت مميز في هذا المساء، في رحلة هذا المسار، المسار الغوي في هذا المساء، والتحديات بتوقيت وقدره 18700 18700 عند بن نايفة. انطلاقة ممتازة، ستارت مسار الثاني إلى الآن، ولكن ثقل في الأخير. إيه ثقل صادق، الطير ثقل في الأخير. في التأهيل أتوقع أخذ الأول. نعم التأهيل الأول كان العرجاني. نعم صحيح صحيح، العرجاني كان هو الأول في التأهيل. طيب هذا مساره ممتاز، انطلاقته ممتازة، ولكن في آخر كان العاشر في التأهيل. وإلى الآن الثاني في النهائي وموفق بالنايف إن شاء الله. ونشوف العرجاني. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ثامن الانطلاقات في هذه اللحظات من قبل عرمرم لعبد الله بن ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. نوجه تحيه لناصر بن عبد الله بن عبد الله احد ابطال في ميدان الشحنيه. نشوف ايضا هذه اللحظات، نشوف العرجاني امامنا مباشره من اجل انطلاقه عرمرم في هذا المساء. دائما ابو عبد الله عنده اسماء، يقدم اسماء قويه. ايضا نوجه تحيه لعبد الله بن ناصر. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نشوف هذه الانطلاقة من جانب عرمرم. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وعلى هذا الأداء. عرمرم أيضا أحد المرشحين في هذا المساء لانتزاع أو تحقيق توقيت مميز في هذا المسار مع عرمرم. عرمرم يا عرمرم، عرمرم يا عرمرم، توقيت وقدر 18100 ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تستاهل، تستاهل عبد الله بن ناصر المسند، يستاهل الأول واللي هدى العرجاني وعز الله شريت. والتأهيل كان الطير، الطير هذا كان ملهم، كان مفاجأة في التأهيل، مفاجأة لنا. والآن ما شاء الله الأول، ما شاء الله عليه 18100 تستاهل يا عبد الله بن ناصر المسند. طبعا الطير هذا تمت نقل ملكيته من أبو عبد الله العرجاني إلى عبد الله بن ناصر المسند بعد التأهيل.
متواصلين معكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء في تاسع الانطلاقات. فريق ألزم في هذه اللحظات نشوف هذه هي الانطلاقة متابعينا الاعزاء من جانب فريق ألزم مع هذه الانطلاقة وهذا المسار، انطلاقة قوية في هذا المسار ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء وهذه الاندفاع. هنا نشوف فريق ألزم يلا يا ألزم يلا يا ألزم يلا يا فريق ألزم، مطالب بتوقيت مميز في هذا المساء مع هذا المسار 18900. أداء جناحه ممتاز ممتاز جداً. والله لكن توقيته صار ثقيل ولا طير ما شاء الله عليه أداء وجناحه قوي ما شاء الله، توقعته والله يجيب تيم قوي. الهواء على ما هو عليه خف شوي شيء بسيط خف الهواء. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام وصلنا معكم إلى آخر انطلاقات هذا الشوط، نشوف رصاص لأحمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الخاطر في هذه الانطلاقة آخر الانطلاقات آخر الآمال في هذا الشوط. نشوف هذه الانطلاقة. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء هذه انطلاقة رصاص في هذه اللحظات مع هذا المسار وهذا الأداء في هذه الانطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رصاص 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 مع هذه الاندفاع وهذا الأداء في هذا المسار. نشوف رصاص نشوف رصاص نشوف رصاص. توقيت وقدره 19 فلات بعيد. ألف ألف مبروك لعبد الله بن ناصر المسند الاول في هالشوط هذا، طير الطير العرجاني في التاهيل. مبروك يستاهل يستاهل طير البطل ومبارك للمسند ومبارك للعرجاني يستاهلون. العرجاني باع ولا قالنا ولا ذكر ولا بس شفناه بالسناح هد شفناه هو اللي هد الطير عنده تغلت ملكيه الطير الاسم، لكن هو عاده عنده تجهيزه وترتيبه عنده طبعا وربعهم دائما مع بعض اتوقع بعض حتى تجهيزهم دائما في مكان واحد ويستاهلون. العرجاني يستاهل عبد الله بن ناصر الاول في فروخ الحرار. الوحوش واثاره الوحوش خلصت وننتقل الى ما هو اهم في هالبطوله شوط السرعه. الحين شوط السرعه اللي ما حد راح يجيب شوط يجيبون ان شاء الله. 16800 بنشوف عبد الله بن ناصر احمد المسند 18100، فريق ألزم الثاني 18400، حمد بن عبد الهادي بن نايفة 18700، فريق الوسيل الرابع 18700، فريق ألزم الخامس 18700. المسند في الطير اللي تأهل شفناه فاجئ الجميع ما كنا ندري عنه، جاب العرجاني ما ادري من وين دخل الطير أهله أداء ما شاء الله ولا إله إلا الله ممتاز وفارق مو بسيط كان وهد الحين 18100 مرتاح. لا ما شاء الله عليه طير بطل. بس 16800 ما راح اشوفه. ليه انت بتقول الكلام هذا؟ بتشوفه اصبر شوي. دائما عشاق الجيره انه هو الجير السرعه. بغض النظر عن عشاق مع عشاق لا الجير معروف سرعته ما يحتاج هذا. قلنا الشاهين اللي جاب 16800 ما في كلام، ما قلنا شيء في الشاهين جيبه نفسه الحين بيجيك تشوفه الحين 16800 شوفه الحين. وشوط الجرة اللي هو شوط النخبة الشوط الجديد في هالبطولة أول وثاني وثالث فقط من 20 جير. ترشيحاتك ابو مسعود نشوف الاسماء اللي قدامك. انا اقول فريق الوسيل. فريق الوسيل الطير رقم والله ما ثبت ما ادري اي رقم لكن تبع جير عندهم هم ما ادري كم رقمه.
ما عندهم الا واحد اللي هو رقم 19 صح؟ رقم 19 رقم 19 هاي ترجيحك. نعم وبانتظار شوط النخبة الشوط الجديد في هالبطولة شوط النخبة لفئة الجيل. التيم المسجل إلى الآن في قرانيس الشواهين عند عبد الله بن عامر 16800. هل بنشوف في شوط النخبة شوط الجير 16800 ولا حولها ولا بتشوف ان شاء الله تشوف 16 ولا حولها 16 الهواء جنوبية شرقية 29 نفس الشيء بالضبط على حسب الارصاد اللي نشوفها. لا الهواء خف شوي مو بنفس الشيء خف شيء بسيط لكن ان شاء الله انك بتشوف 16800 17 فلات بنشوفها؟ لا بتشوفها 17 فلات موجودة ان شاء الله موجودة ان شاء الله الله يجيبها ان شاء الله وموفقين طبعا ان شاء الله. شوط السرعه اسمه هذا ايش تكلم انت؟ بشوفه انا شوط السرعه اللي شفته انا اللي هو طير عبد الله بن عامر ما في كلام طير عبد الله بطل وتوقيته بطل ورعيه بطل ما في كلام ما في كلام 16800 انا ودي اشوفه صراحه في شوط النخبه واول طيور شوط النخبه عبد العزيز العلي وفريق لوسيل. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء وصلنا معكم الى شوط النخبه شوط الأشواط شوط السرعة في هذا المساء وفي هذا المسار نشوف أول المتسابقين فريق لوسيل في هذه اللحظات مع الدوحة الدوحة في هذه اللحظات نشوف انطلاقة الدوحة في هذا المسار وهذا المساء نشوف تحديات عندنا 20 اسم 20 متسابق في هذا المساء وفي هذا الشوط شوط النخبة شوط فريد من نوعه شوط قوي فيه فروخ وفيه قرانيس اجتمعوا في نفس الشوط نشوف ان شاء الله تحديات بنشوف ان شاء الله منافسة قوية نشوف مشاهدينا متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات انطلاقة الدوحة اللي فريق لوسيل مع هذا المسار الدوحة الدوحة يا الدوحة الدوحة يا الدوحة مع هذه الانطلاقة اول انطلاقات شوط النخبة في هذا المساء وفي هذا المسار وفي هذا التحدي توقيت زمني وقدره 17300 اول الطيور 17300 فريق لوسيل والله يهدد 16 لا 16 موجود ان شاء الله موجود الطير ذا ما شاء الله عليه انطلاقته وجناحه قوي والشوط هذا اول وثاني وثالث بس مو بالخامس الاول 100 الاول 100000 الثاني 70000 الثالث 40000 ويستاهلون ربعنا يستاهلون هذه جوائز اضافيه على جوائزهم اللي اخذها في اشواطهم صحيح نشوف مشاهدينا متابعينا الاعزاء ثانية الانطلاقات خليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند نشوف عبد الله بن ناصر مع هذا الشبل حاضر مع هذه الانطلاقة مع ثاني التحديات شوط النخبة مع جساس جساس في هذه الانطلاقة نشوف ابتسامة عفوية للعرجان في هذه اللحظات فالها التوفيق وفال جميع المتسابقين نشوف انطلاقة جساس مشاهدينا متابعينا الأعزاء هذه هي الانطلاقة من جانب جساس في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وعلى هذا الأداء ما شاء الله ما شاء الله يا أرض احفظي ما عليك هذه انطلاقة جساس مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع هذا الأداء الأكثر من رائع والتوقيت الزمني بنوافيكم إن شاء الله بالتوقيت ما صاد السنسر في البداية ولكن انطلاقة ممتازة توقيته قوي الطير ذا توقيته قوي بيعطونا الربع التيم بيعطونا التيم بنشوف الطير ما شاء الله طير انطلاقة ما شاء الله عليه انطلاقة ومسار وأداء ومسار طير وجناحة. خليفة بن ناصر المسند معطياته كلها في هالشوط تأهله انه يجيب رقم قوي
16400. يا سلام 16400 ما شاء الله ما شاء الله. قلت لك يا حماد شوط السرعه هذا. اذا مشاهدينا الاعزاء نبارك لمالك جساس خليفه بن ناصر على هذا التوقيت، وبنشوف ان شاء الله توقيتات قادمه في توقيتات، لكن توقيته مميز جساس. نشوف انطلاقه ثالث المتسابقين فريق النخبه في هذه اللحظات مع حدث يا حدث. نشوف مشاهدينا متابعينا الاعزاء انطلاقه حدث مع هذا المسار. حدث يا حدث، حدث يا حدث، ارتفعت حدث، ارتفعت حدث، ركن ان شاء الله ترجع للمسار، ترجع للمسار، تعدل المسار ان شاء الله، تعدل المسار. لا ارتفعت حدث، ارتفعت حدث. نقول ان شاء الله الله يعوض على راعي حدث. هذه الانطلاقه توقيت وقدر 17600 رغم انها ارتفعت. دار هوا ابو مسعود نفس الشيء لكن ارتفع الطير ذا واجد، ولكن 16400 مفاجأة إلى الآن. كسر توقيت أبو عامر 16. نشوف التتر اللي تحت شريط الـ في على القناة من الأول إلى الثاني إلى الثالث متغير طبعا إلى الآن على ما يخلصون الربع للمشاهدين. الأول 16400 ما شاء الله يا خليفة، ما شاء الله يا خليفة. طير خليفة بن ناصر المسند 16400 شوط السرعة. نعم مثل ما ذكرت يا ابو مسعود. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء رابع الانطلاقات في هذه اللحظات من قبل فريق إلزم في هذه الانطلاقة مع فريق إلزم. إلزم 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 في هذا المسار، إلزم المسار، إلزم المسار، إلزم المسار في هذه الانطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه الانطلاقة من قبل فريق إلزم مع هذا المسار. توقيت وقدر 17 فلات. 17 فلات، دخلنا بالفلات ودخلنا بال 17 ومع معته 16 والله يستر من كم بنوصل. انا كنت مستبعد 16800 لكن ما شاء الله طير خليفه 16400 واتوقع انه صعب التيم هذا صعب. عاد بيكسرونه؟ ها ابو مسعود تيم يعني 16400 اي والله تيم قوي وتيم صعب لكن بيجي طيور ان شاء الله تنافسه تنافسه بينكسر 16400 ما تدري حتى ان شاء الله. شوط السرعه، شوط السرعه ما في كلام. 16400 قوي بعد التيم. دخل ابو عامر. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشوف في هذه اللحظات خامس الانطلاقات مع ابو عامر عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي مع كفو، وان شاء الله انه كفو لهذا التحدي وهذا المسار. ابو عامر صاحب مفاجآت. نشوف انطلاقة كفو في هذا المسار مشاهدينا متابعينا الاعزاء. يلا يا ابو عامر، يلا يا ابو عامر. نشوف هذا الطير مرشح من محمد وسمرة الكبيسي مع هذه الانطلاقة ومع هذا المسار. فاله التوفيق فال جميع المشاركين. يلا يا ابو عامر شوف الانطلاقه، انطلاقه كفو. كفو اذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الاعزاء انطلاقه كفو في هذا المسار ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقه وعلى هذا الاداء والمسار المميز من قبل كفو. كفو 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 وانت كفو يا ابو عامر مع هذا الاداء ومع هذه النوعيات اللي تقدمها في هذه المسابقات. توقيت زمني وقدره ما صادها السنسر متابعينا الاعزاء، ما صاد السنسر ولكن الطير هذا خطير جدا 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 طيب. على 16400 خطير على التيم والله. 16400 انا اشوف انه صعب. الطير ده الطير اداءه طيب وجناحه طيب وتوقيته بيصير في 16. الطير ده 16300 ما شاء الله يا ابو عامر، ما شاء الله يا ابو عامر، ما شاء الله. عز الله صعب 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 ابو عامر لا دخل شوط عز الله صعب. انا من اللي شفته من الصفري الى الشوط هذا ابو عامر يدخل شوط اعتبره صعب ما شاء الله عليه. 16300 ما شاء الله يا بعد تستاهل يا ابو عامر تستاهل تستاهل. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نبارك لابو عامر على هذا التوقيت المميز لهذا المسار وان شاء الله نبي نشوف توقيتات
نشوف نشوف ان شاء الله توقيتات مع المتسابقين. نشوف في هذه اللحظات الهلالية لخليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند الهلالية بطلة من أبطال هذه المسابقة وأيضا المسابقات صاحبة إنجازات، أتمنى لها التوفيق وأيضا للمشاركين. نشوف معكم متابعينا الأعزاء انطلاقة الهلالية في هذا المسار. إذن مشاهدينا بسم الله تبارك الرحمن في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الهلالية لخليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند مع هذه الانطلاقة في هذا المسار. الهلالية 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 في هذا المسار، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء. توقيت وقدر 17600 17600 هذا ما هو أداء الهلالية. 17600 تعودنا على الهلالية مسارها مع الارض ليل نهايه تختم اول مثل ما شفنا في الصفري اول في شوط. انا اقول لك الحين مع هجير شاهين ولكن مسارها ما كان مسارها هو نفسه، من البدايه كانت مرتفعه شيء بسيط، ما هو بذاك الارتفاع يعني. عقب ردت حاولت وفي الاخير اخذت يسار. إيه صادق في النهايه اخذت يسار. عبد الله بن سعيد. إذا متابعينا الأعزاء ننتقل لسابع المشاركين مع عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان مع تريف. التريف 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 في هذا المساء. جمهورك يا أبو سعيد ومتابعينك ومحبينك الكل يتابعك في هذه اللحظات. ونشوف سعيد بن عبد الله أيضا مع أبو سعيد في هذا المسار وفي هذه اللقطات. نشوف أبو سعيد باحث عن التوقيت وسعيد صعب ربما تحصل مفاجأة. نشوف إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء انطلاقة تريف ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة مع هذا المسار من جانب تريف في هذا الأداء المميز من جانب تريف. تريف 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 والبحث عن توقيت مميز في هذا المساء 16600 مع هذا الأداء من جانب التريف. 16600 تريف مرشحة من أمس وأول أمس لين النهائي قالوا تريف موجودة وعز الله أداها ولا غلط. ما في كلام ما شاء الله أداها ممتاز وتوقيتها ممتاز بالنسبة لفئتها يعني، لكن جير الشاهين صعب. 16600 الثالث إلى الآن ما شاء الله على أداها، أداها ممتاز انطلاق ما في كلام غير بطل جناح، لكن مثل ما قلت بعد ابو عامر سكرت علينا من البدايه. ابو عامر انتظر لين 15 16. ابو عامر 16300 صعبه صعبه جدا تنكسر تنكسر. بنشوف اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء لا زالت الانطلاقات متواصله. فريق الزم في هذه اللحظات نشوف هذه التجهيزات والاستعدادات لانطلاقة فريق الزم مع هذا المسار. ثامن المشاركين ثامن الانطلاقات. يلا يا فريق الزم يلا يا فريق الزم يلا يا فريق الزم. الوقت إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نشوف في هذا اللحظات وفي هذه اللحظات انطلاقة فريق الزم مع هذا المسار مع هذه الانطلاقة والمسار القوي من جانب فريق الزم. البحث عن توقيت مميز في هذا المساء. فريق الزم 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 يصل بتوقيت وقدره 16500 ما شاء الله ما شاء الله يا أبو علي ما شاء الله يا فريق الزم 16500. طريف قوي طير قوي بس انا قلت لك مع جيرة شواهين صعبه صعب. شوف طلعوا الحين من ثلاثه وعاد فيه عاد عاده بيجي طير يطلع واحد من ثلاثه. وهذا رقم 8 كان ابو علي قبل الاستديو كان يقول لي انا مرشحه الطير هذا طير قوي ان الله اعطاه مسار ترى بيسوي ما شاء الله 16500 توقيته قوي 16500 مو بسيط لكن 16300 هي الصعبه. وفي ترشيح طبعا في ترشيحات بالاسامي الجايه لا جينا دوره بنقول لكم، ولكن 16300 الى الان اقول صعبه جدا صعبه جدا. شفنا طير ما شاء الله طير ابو علي طير الزم المسار والجناح
طيب للنهاية، ولكن الله يبارك فيك 16500 مو بسيط بعد توقيته يعني بالنسبة لل نعم، لكن انت تقول 16800 صعب صحيح وكسروه، والحين تقول 16 الحين تقول 16300 صعب كسروه مرتاح، انا اقول لك 16300 يجي اقوى منه الليله، بينكسر 16300 انا اتوقع يجي طير الليله يكسر شخصيا، ما انا ما اتوقع على 16300 ما حد بيجيب يعني على حسب الطير الطير بطل ابو عامر وطير طلاقته طيب ومساره، لكن فيه طيور بنشوف بنتابع نشوف معكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء تاسع الانطلاقات فريق النخبه في هذه اللحظات مع انطلاقه السردال في هذه اللحظات بنشوف الانطلاقه، نشوف ان شاء الله توقيت قوي رغم صعوبه يعني توقيت ابو عامر، ولكن ان شاء الله نشوف توقيت لما لا. يلا يا فريق النخبة، يلا يا السردال، يلا يا السردال. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء في انتظار انطلاقة السردال لفريق النخبة مع هذا المسار، في انتظار الانطلاقة السردال. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء نشوف معكم هذه هي الانطلاقة من جانب السردال لفريق النخبة مع هذا الأداء ومع هذه الانطلاقة في هذه اللحظات. السردال ما شاء الله على هذا المسار وعلى هذه الانطلاقة من جانب السردال في هذا الأداء بتوقيت وقدره 17200 بعيد شوي، نقول الفرق انا استبعد انه يدخل مع الثلاثة. صار شيء في النهاية. شوف الداعي. تبطل تلواح لحق عليه، عطوه تلواح ثاني على طول غيره، لكن يكون ولا زال عبد الله بن عامر الكعبي 16300 بتوقيت صعب جدا، صعب المهمه جدا على باقي المتسابقين، توقيت قوي توقيت قوي والله، ما اقول لك انه مو قوي، لا والله توقيت قوي، لكن هل يكسر؟ الله اعلم، رغم انه صعب جدا. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء في انتظار هذه الانطلاقه في هذه اللحظات عاشر الانطلاقات مع نوضة لخليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند. نوضة، يلا يا نوضة، بنشوف توقيت يا أبو ناصر، شوف توقيت قوي من توقيتات نوضة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء في انتظار هذه الانطلاقة، انطلاقة نوضة مع هذا المسار، شوف معاكم هذه الاستعدادات لهذه الانطلاقة. إذا بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه انطلاقة نوضة أمامكم مباشرة على قنوات الكاس في هذا المسار ومع هذا الأداء وهذه الانطلاقة. نوضة في هذا الأداء ومع هذا المسار. نوضة توقيت وقدره 17700 مع انه كان في حبه هواء بسيط مع الانطلاق بسيطه صادقه 17700. لازلنا في توقيت صعب جدا. 16300 لا ان شاء الله، انا اقول لك انه بيجي طير ان شاء الله. انت عندك ترشيح على طير؟ لا وصلنا، عندي
ترشيح على طير بقوله من الحين. ايه طير رقم 19 طير فريق لوسيل هو المرشح، واسم الطير لفان. لفان نعم، وفي بطولة رأس لفان. معناته مميز الطير هذا. اكيد مميز. وانت مرشح مميز. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء في هذه الانطلاقة، انطلاقة فريق الشحنية، وصلنا معكم إلى انطلاقة الذيبة في هذه اللحظات في انتظار هذه الانطلاقة من جانب الذيبة. يلا يا فريق الشحنية. إذا مشاهدينا بسم الله على بركة الله نشوف معكم هذه الانطلاقة من جانب الذيبة مع هذا المسار. في هذه اللحظات ارتفعت الذيبة، ارتفعت الذيبة، غيرت المسار، غيرت المسار، لكن إن شاء الله ترجع، ترجع للمسار، ترجع للمسار، ترجع للمسار الذيبة في هذه اللحظات. الذيبة، الذيبة مع توقيت وقدر 18 شفلات. التيم الموجود ما يتحمل أي خطأ. أكيد خلاص شوط نخبة ذا. لا يسار ولا يمين لا ارتفاع ولا ارتفاع. يبي له طير من يطير وهو ماسك مساره ومد الاداء المطلوب منه. يعني هذه شوط تحاسب الضغط الحين اللي على ابو عامر. اكيد عليه ضغط ابو عامر، خصوصا ان الطير اللي وراه ترى كان قدامه بعد في التاهيل. وشوط ال 100,000 وشوط 100,000 شوط نخبه. يخي بغض النظر عن الجائزة، اسم لا الشوط، لا 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 اسم لا الشوط لا لا أنا أقول لك لا اسمح لي، لا اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي أبو مسعود. 100,000 عز الله تسوي، تسوي وما أقول لك شيء، بس أنا أقول لك إن اسم الشوط بعد شوط نخبة، شوط النخبة. أني ماخذ على النخبة الأول، النخبة ماخذ عليهم الأول خلاص. ولكن بعد ال 100,000 أكيد أكيد ما في كلام. ضبط طيوري، مشتريات، غيره، ما في كلام. تعوض خسائر يا رجال، يخسرون يا أخي. عز الله صادق ويستاهلون، عز الله التعويض. واللي بعده إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء مع هذا المسار وفي هذا النهائي في شوط النخبة، شوط الأشواط، هذا الشوط الملتهب حتى هذه اللحظات. نشوف فريق النخبة أمامنا مباشرة مع احتراز، احتراز في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة. يلا يا احتراز، يلا يا احتراز. فريق النخبة مطالب بتوقيت، مطالب بأداء، مطالب بحدث في هذا المساء. نشوف الاستعدادات متابعينا الأعزاء لانطلاقة احتراز مع فريق النخبة في هذا المسار. إذا مشاهدينا بسم الله على بركة الله نشوف معاكم هذه الانطلاقة من جانب احتراز، 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 ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة، انطلاقة قوية واندفاعها من جانب احتراز لفريق النخبة. ارتفع احتراز، ارتفع احتراز، لكن إن شاء الله يرجع المسار، يرجع المسار، يرجع المسار، يرجع المسار بتوقيت وقدر 17 100. 17 100 مثل ما ذكرنا أبو مسعود لا يحتمل أي خطأ شرط. أكيد هو ارتفع الطير هذا في النهاية. 17 100 عطنا في 16، ادخل في 16 عقب التفاهم صح. 17 ما ظنيت انه لا شيء، لان من الاول للثالث كلها 16. نعم، وان ما قدرت على 100,000 خذ ال 70,000، اذا ما قدرت على 70 خذ ال 40,000 تسوى. هي تسوى اكيد، ضبط. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أيضا انطلاقة أخرى من انطلاقات هذا المساء مع فريق إلزم. نشوف معاكم هذه الاندفاعة والانطلاقة في هذه اللحظات من جانب فريق إلزم في هذا المسار. إلزم، 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 إلزم في هذه الانطلاقة وفي هذه الاندفاعة في هذه اللحظات مع هذا الأداء. نشوف هذه الانطلاقة، نشوف الانطلاقة، نشوف توقيت، نشوف توقيت، نشوف توقيت، ولكن توقيت زمني وقدره ما صاد السنسر. اتوقع 17 فلات، 17 ما صاد السنسر. ننطر التيم او دخل في في معمعة 16. يعطونا ربع التيم. Thank you.
17-100. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا زال التواصل المستمر في هذه الانطلاقات. مع هذه الانطلاقة شوف أمامنا خليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند مع حاضر المتسابق رقم 15 في هذه اللحظات، مع حاضر مشاركاتهم مميزة. أبو ناصر تمنى لهم التوفيق في هذه الانطلاقة. نشوف الاستعدادات، يلا يا ابو ناصر، يلا يا ابو ناصر، الجمهور في الانتظار. نشوف انطلاقة حاضر في هذه، اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشوف معكم انطلاقة حاضر في هذه اللحظات مع هذا المسار. حاضر 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 بقوة مع هذا الاداء في هذه الانطلاقة. نشوف حاضر مع هذا المسار لخليفة بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند مع حاضر اللي يصل بتوقيت وقدر 17-900. مثل ما تكلمنا 16 عندنا أربع أو ثلاث أسماء صح؟ 16 ثلاث أسماء. 17 الوضع صعب جدا، وما بالك إذا كان التيم الأول 16-300. أرجع وأكررها يا أبو مسعود، 16-300 ما بقول لك مستحيل لكن صعب جدا. اكيد انه صعب، انا ما اقول لك انه مو صعب. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشوف في هذه اللحظات انطلاقه فريق الشحنيه مع ذهب. ذهب يا ذهب في هذا المسار. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نشوف معكم هذه الانطلاقة والاندفاع من جانب ذهب في هذا المسار. يلا يا ذهب، يلا يا ذهب، يلا يا ذهب. فريق الشحنية يمني النفس بتوقيت قوي في هذا المسار مع هذه التحديات في شوط النخبة، شوط الأشواط في هذا المسار بتوقيت وقدره 17-200. 17-200 لفريق الشحنية. الله يعينك ابو عامر على اللي باقي والضغط اللي عايشه ابو عامر الحين يبي الاول. وتيمي اهله صراحه، تيمي يعطي الاول. تيمه قوي، ما اقول لك انه مو قوي، والزين فيه انه قوي وصعب يعني، بس انا اقول انه يجي تيم طيب بعد. في طير، في طير مصر ابو عامر. لو ان الطير الوسيد وراه ولا قدامه قريب كان ارتاح، لكن 19 الطير هذا قوي اللي وراه اللي باقي. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشوف فريق النخبه في هذه اللحظات مع دينار. دينار في هذا المسار، مسار البحث عن توقيت مميز، تاهيل مع الثلاث الفائزين في هذا المساء. شوف دينار في هذا المسار مع هذه الاستعدادات للانطلاقة في هذا المسار. يلا يا دينار، دينار لفريق النخبة، دينار النخبة. شوف مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء هذه تجهيزات انطلاقة دينار. دينار يا دينار، التوقيت التوقيت التوقيت، الوقت 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 يا فريق النخبة. ما طلع الطير، الله يعوضه. ما طلع الطير، ما طلع الطير، معوضين خير ان شاء الله، معوضين خير يا فريق النخبة. فرخ، ها فرخ، اي فرخ. النخبة ما عندهم الفروخ خمسة ما شاء الله، سكروا الشوط خمسة، خمسة فروخ عندهم. إذا مشاهدينا الأعزاء نشوف في هذه اللحظات فريق إلزم.
الزم في هذا المسار وفي هذا التحدي في هذه اللحظات. نشوف التجهيزات اللي انطلقت فريق الزم في هذا المسار. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نشوف معكم هذه الانطلاقة من جانب فريق الزم. الزم 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 في هذا المسار وفي هذه الانطلاقة مع هذا الأداء في رحلة البحث عن توقيت مميز في شوط الأشواط، شوط النخبة في هذا المساء، أقوى الأشواط أصعب الأشواط في هذا المساء، شوط السرعة بتوقيت زمني مع فريق الزم. بيعطون الربع التيم. شو ما صاد السنسر في الأخير، توقع في 17 تقريبا، في 17 فلات غيره. بنشوف او قال ما نعرف الى الان، بيعطونا ربع التيم. لا بيعطونا تيم الزم الحين مرشح، المرشح من بو مسعود. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء الانطلاقه انطلاقت ما قبل الختام في هذه اللحظات. نشوف فريق لوسيل مع لفان في هذه الانطلاقه، لفان احد المرشحين في هذا المساء. نشوف هذه هي الانطلاقه من جانب فريق لوسيل. لفان يا لفان، لفان يا لفان، فريق لوسيل يمني النفس بانطلاقة لفان. لفان 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 غير المسار لفان، لكن إن شاء الله يرجع يرجع للمسار لفان. لفان إذا ما صاده السنسر. رفيق 16900 16900 ما كانت انطلاقته نقز نقز ولا قاعد على مساره. باقي طير. لا أنا أقول الطير حتى اللي باقي إن شاء الله، لكن أنا أقول بارك لأبو عامر من الحين. ما هو بتقليلا في الطير اللي عقبه، لكن الفرخ ما ياكل مع قرناس عيش أبدا. ما ياكل مع قرناس، ما ياكل عيش مع قرناس. يعني نبارك، لا نبارك بعد بعد الختام. أنا أبارك لأبو عامر. نبارك بعد الختام. بعد باقي فرخ عند فريق النخبة ممكن، ما تعرف. الله كريم. معنا 16300 بيني وبينك معجزة. معجزة يعني التيم اللي جاء اليوم. شوف الطير الوسيل نقز وخذ يسار وجاب 900. أنا أقول لو مساره كان ممتاز. ها شو بيسوي؟ كان كسرت. بيجيب 300؟ لا صعبة، صعبة قوية. الله يجزاه خير ابو عامر، سكر الشوط من الطير رقم 5 او الطير رقم 16300 الطير رقم 5. نعم 5 نعم. انخذاها الله يبارك له. ونشوف اخر الطيور رقم 20 فريق النخبه. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء آخر الانطلاقات في هذا المساء وفي شوط النخبة، شوط الأشواط مع فريق النخبة مع جروزة. يقدمون جروزة في هذا المساء مع هذا المسار آخر الانطلاقات. طبعا كل الشكر لجمعية القناص، وأيضا الشكر موصول لراس لفان على هذا الدعم وهذه المبادرة. بنشوف معكم مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقة من جانب فريق النخبة مع جروزة. آخر الآمال، آخر التحديات في هذا المساء وفي هذا المسار. جروزة يا جروزة، ممكن تحصل مفاجأة في آخر الانطلاقات. نتمنى إن شاء الله نصير مفاجأة ونتمنى لهم التوفيق، لكن صعب. انا اقول صعب. شوف فريق النخبه مع جروزه.
إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذه اللحظات انطلاقة جروزا في هذا المساء مع هذا المسار آخر الانطلاقات فريق النخبة مع جروزا 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 فريق النخبة مع جروزا في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار جروزا يا جروزا 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 توقيت زمني وقدره 17700 ألف مبروك لأبو عامر. إذن ألف مبروك لأبو عامر عبد الله بن عامر الكعبي الأول في شوط النخبة لأول أشواط النخبة في بطولة رأس لفان الثانية 16300 تيم خيالي بطل فوق العادة يا أبو عامر تستاهل ألف ألف مبروك ولك مباركة خاصة من مخرجنا عيسى صليطي يقول لك عز الله سويت اللي ما أحد يقدر يسويه خاصة في التيم 16300 لا ما شاء الله عليه أبو عامر 16300 وفي الشواهين تيمه بعد 16800 صحيح وفي الحرار وخذ ثلاث اشواط اليوم يستاهل عوايد بطل والله والله بطل عاد ابو عامر يستاهل والله هذا الاول عبد الله بن عامر بدي الكعبي 16300 خليفه بن ناصر المسند 16400 فريق الزم 16500 مبارك لهم كلهم الثلاثة ألف مبروك ألف مبروك عبد الله بن عامر مبروك الخليفة بن ناصر المسند الثاني فريق الزم الثالث وهذه الانطلاقات الثانية وين الهلالية الثانية لا 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 ما لا في لا. ما في كلها جرشه استمتعنا بالأشواط بأمانة خاصة بالشوط هذا شوط ممتع صراحة شوط ممتع وخاصة ان الضغط من الطير رقم 5 بدا الضغط 16300 إيه. واللي قبله كان 16400 اللي قبله صادق 16400 اللي هو طير خليفة طير المسند نعم هذه ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عامر انطلاق المسار الجناح ما في كلام طير طيب الله يبارك فيه وحتى شوف دخول تريف معهم في 16 انجاز صحيح يعني حتى لو ما حققت مركز من الثلاثه الاولى بس انجاز انها تدخل معهم في 16 لقطات المسابقة من الأشواط بشكل عام اليوم يوم يوم الحصاد حصاد المجهود والتعب اللي تعبوه اخواننا الصقاقير واجتهدوا على طيورهم وهذه ثاني بطولة وهذه ثاني بطولة نعم شفنا شوط اذا نتكلم كل شوط بروحه ابو مسعود اول شوط اللي هو قريص الحرار ما نتكلم الاسماء دائما مرشحين من اللي خذ الأول في قريص الحرار عبد الله بن عامر ما شاء الله عبد الله بن عامر نعم قريص شواهين عبد الله بن عامر ما شاء الله عليه فروخ الحرار خذ المسند اللي هو طير الأرجانية طير الأرجانية مع احمد بن عبد الله الخاطر دائما متعودين في الشوط الفروخ يكون عنده مفاجاه نقل الملكيات الان في البطولات هذه ابو مسعود شو اللي تعنيه تعني الناس يبغون الناموس يبغون الافضل يا اخي يدور الطير الطيب ويشتريه ويشوفه في التاهيل او يشوف اداء طير حتى الطيور اللي فازت مع اليوم يمكن يصير فيها نقل ملكيات لان عادك بدايه الموسم الحين الناس تبغي إنجاز في البطولات الجاية وخاصة في مرمي خاصة بطولة مرمي نعم يجهزون لها العالم كله هذه كلها تأهيلية والبطولة الجاية بعد اللي هي تنشيطية جمعية قناص تنشيطية
وبعدها بطولة رأس لفان، بطولة اليوم الوطني. الوطني نعم. ومن ثم هناك. نعم بطولات كبيرة. هاي بعض اللقطات من أشواط اليوم. والجوائز حتى في شوط النخبة يعني جوائز بأمانة مجزية ويستاهلون الربع. والله يستاهلوا. نروح عند أبو عبد الله في الخيمة ونشوف مع الأبطال ومع المتوجين اليوم والأشواط المميزة والممتعة. عندك أبو عبد الله. يا مرحبا يا حماد، يعطيك العافية. طبعا وصلنا إلى مسك الختام ومبارك لهم كلهم الربع اللي فازوا. ومعي اخوي فضل الكعبي، الف الف مبروك وناموس. الله يبارك فيك اخ عبد الله، بيض الله وجهك. طبعا انتم اختتمتوها اليوم بشوط النخبه. الحمد لله رب العالمين، مثل ما وصيناكم ووعدتك قبل الشوط ان شاء الله يكون عندنا كلمه في الشوط هذا، اللهم لك الحمد. طيب بغينا طال عمرك منك كلمه حق المسابقه الجايه، ايش توعد الجماهير به؟ ان شاء الله توعدوا نوعدكم بالافضل ان شاء الله، والتوفيق ان شاء الله لاخواني البسقاير كلهم ان شاء الله. موفقين ان شاء الله يا اخوي فضل، موفقين. مع السلامه. طبعا معي اخوي حامد بن عبد الله العرجاني الفايز بفروخ الحرار. حياك يا ابو عبد الله. معي الفايز بفروخ الحرار، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو عبد الله. ناموس والف الف مبروك. الله يبارك في عمرك، تستاهل الخير، هذا ناموس الجميع. طبعا حققت الانجاز وكان مرشح وقد الترشيح عز الله. الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين، توفيق عرفت، ونحمد الله ونشكره على الانجاز الطيب. وبارك لاخواني اللي فازوا وياي، واللي ما فاز الله يعوضه في المسابقات الجايه ان شاء الله، وكلهم ابطال، اللي حضر في ذا المكان هو بطل. نبارك لك ونبارك للبطل ابو ناصر، يستاهل طبعا اول ظهور له، الله يبارك فيه ان شاء الله يصلحه. ونبارك لاخونا ناصر بن عبد الله المسند الناموس. اللهم امين، الله يجزاك خير وتستاهل خير، وان شاء الله عبد الله انه بطل على طول، بطل باذن الله، انه هو راعي منصات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين، تستاهل يا عبد الله وناموس. تستاهل خير. نبي نشوفك، احنا اليوم بنشوفك في المنصة ونشوفك ان شاء الله في سباق المؤسس في الهجر. ان شاء الله ان شاء الله، شعر بالخير. بعدي الخير بوجهك بالتوفيق ان شاء الله، موفقين. لا انت، لا انت، الله يسلمك. ولا انت يا مرحبا ومسهلا. طبعا يا حماد هذا كل اللي عندي، والحين التتويج ان شاء الله، اتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، ومبارك للجميع الفائزين. طب المراكز الاولى، ارجع لك بالصوت الصورة. قواك الله ابو عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه. شفنا العرجاني، شفنا فضل تكلم عن الانجاز اللي سواه عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر عودنا من البطوله اللي طافت وهالبطوله هذه ايضا شوطين ما شاء الله، وشوط الاهم اللي هو شوط النخبه. شفنا العرجاني بعد البيعه، عبد الله موجود الله يحفظه ان شاء الله، ويقول لك ابشر بالخير في الجاي ابو المداد. معناته الرجل في مشتريات، راح يدخل السباق بقوه ان شاء الله باذن الله. اتمنى له التوفيق ومبارك له والله يوفقه، بطل هو اصلا. والاشواط اللي شفناها اليوم، والله الاشواط كلها قويه وكلها منافسه في الفئات كلها. استمتعنا في شوط النخبه صراحه، يعني 16800 تكلمنا عليه في قرانيس الشواهي، نعم. انه صعب جدا، ممكن ما راح يجي. وقلت انت قلت شوط السرعه جاي 16300، ختمها عبد الله بن عامر من الطير رقم 5، سبب ضغط على نفسه وعلى المشاركين، كلن يحاول. خلاص تقول لي 17 بيترك السناح ويمشي، ادخل 16 بعدين اشوف 300 كيف اجيبها. انا قلت لك قبل لا يبدا الشوط وقبل كم يوم قلت لك شوط النخبه قرنس جير شاهين اللي بياخذه، والثلاثه الاوائل كلها قرنيس جرس شاهين. صحيح، يعني ما فيه من واقع تجربه ومن اللي نشوفه ومن اللي حن صقرنا طيور، جير الشاهين القرناس ما فيه كلام، اللي عرف مساره روح روح خلاص. صعب، والتيم بعد صعب، والتيم صعب والله، اليوم التيم صعب صراحه. والتيم حتى ونفس الاسم في قرنيس الشواهين، قرنيس الشواهين وقرنيس الحرار والنخبه نفس الاسم. 16800 بعد كان تيم ممتاز. اكيد 16800 في قرنيس الشواهين تيم مو بسيط، يعني تيم قوي، كان هو الوحيد ظاهر في الشواهين 16. صحيح. ما في 16 له. الله يبارك له ابو عامر ويستاهل. وننتظر ربعنا في التتويج، يتوجون اليوم ويستاهلون. صقار طبعا التتويج اليوم راح يكون الصقار الصغير، الصقار الواعد وفروخ الحرار
قرينس الحرار، قرينس الشواهين، فرخ جير حر، قرناص جير حر، دعو فرخ جير حر، قرناص جير شاهين. في 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 تتويج، تتويج اليوم لكل الفئات اللي يستاهلون، يستاهلون التتويج في النهائيات اللي شفناها يوم يوم الخميس. بالنسبه لفئه الجير كل من اخذ جائزته، نعم، ودخل في شوط النخبه، النخبه اخذوا جائزه فوق جائزتهم، يستاهل والله، يستاهلون والربع اللي معه. البطوله الجايه بيكون فيها مثل ما ذكرت لك صقار الواعد، صقار اللي هي طبعا بطوله جمعيه القناص، راح تبدا في بنروح حق ابو عبد الله بعدين نجي نكمل عن البطوله القادمه. ابو عبد الله عندك الصوت الصوره. يا مرحبا يا حماد، طبعا رجعنا لكم من جديد، معنا اخونا سعد الحميدي من مسؤول التواصل الاجتماعي في برنامج راس لفان. مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالرضا والعافيه، الله يحييك. اولا احنا شاكرين لكم ونقول لكم بيض الله وجيهكم على هذه البطوله اللي اكثر من رائعه، المره الثانيه السنه الثانيه على التوالي، وانتم تستاهلون كل خير الله يطول عمرك. طبعا بغيناك تتحدث لنا يا اخوي سعد عن فكره، بدايه الفكره كيف كانت وايش اللي يعني جديدكم في البطوله. طبعا احنا في برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي مركزنا موجود، اللي هو يتاسس من 6 شركات مثل ما هم مبين عندكم على اللوجو هنا موجود. ندعم المبادرات التراثية، يعني مثل بطولة القناص هذه أو بطولة رأس لفان بالأحرى، شيء موروث طبعا، هذا يتوجه مع توجه الدعم اللي يكون من برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي. فمجرد أن الجماعة جاءوا معنا وعرضوا علينا الفكرة، الحمد لله تمت الموافقة وتم الدعم عليهم من أول سنة، وهذه السنة الثانية وإن شاء الله ما تكون السنة الأخيرة طبعا. اللهم امين. لا احنا يعني صراحه انتم بيض الله وجيهكم، عز الله يعني انكم قدمتوا شيء رائع لاخواننا الصقاقير وهم يستاهلون الاكثر يعلم الله. واحنا شاكرين لكم، وخذنا معك اللقاء عشان توضح لنا وتوضح للمشاهدين اكثر، وشاكرين لكم على هالبطوله وبيض الله وجيهكم. وشنو جديدكم ان شاء الله السنه الجايه؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعني ان شاء الله على اصداء البطوله السابقه والبطوله الحاليه. طبعا الحمد لله يعني اصداها واجد قويه، واغلب الصقاقير يعني مبسوطين منها، وهذا هدفنا احنا يعني في النهايه. وان شاء الله يعني ان شاء الله يكون الدعم مستمر ان شاء الله، ونتمنى التوفيق حق الجماعه. طبعا انت تدري الجماعه برئاسه المحشادي ومحمد بن، نعم، علي بن خاتم ومحمد بن عبد اللطيف المسند، يعني يبذلون جهد كبير يشكرون عليه بصراحه، ويجمعون الصقاقير هالقطر كلهم. يعني طبعا هذا شيء بالنسبة لنا احنا شيء يثلج صدورنا، وان شاء الله يعني الدعم ما راح يتوقف عنهم ان شاء الله، يعني قد ما احنا نقدر ان شاء الله راح نكون واقفين معاهم باذن الله. بيض الله وجهك يا اخوي سعد، وموفقين ان شاء الله. موفق خير، الله يحفظك. يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا. طبعا هذا كل اللي عندي، اخوي سعد الحميدي من برنامج راس لفان يعطيهم العافية، واخونا ابو خاتم الله يبيض وجهه مسيه بالخير عبر موجودنا اليوم هنا، واخونا ابو عبد اللطيف بعد موجود، محمد بن عبد اللطيف المسند. وطبعا نرجع لك بصوت الصوره يا حماد في الاستديو. قواك الله ابو عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه. شفنا كلام مسؤول برنامج التواصل الاجتماعي في راس لفان، وذكرى محمد لدعمهم لهالبطولات هذه. مثل ما ذكرت انا قبل، راس لفان وشركه راس لفان مش على مستوى الدوله ولا على مستوى الوطن العربي، على مستوى عالمي معروفه، ولكن تبحث ايضا عن دعم للموروث الشعبي للتراث. عندهم توجه في الامور هذه، معناته بيض الله وجيههم على الدعم اللي يسوونه. بيض الله وجيههم وما قصروا، عز الله دعموا الصقاقير ودعموا الموروث الشعبي، وموجودون في المبادرات كلها، موجودين هم راس لفان. ويدلك الاهتمام ان من ثاني بطوله لبطوله راس لفان سووا اضافه عليها، سووا اضافه اللي هو شوط النخبه اللي شفناه، شوط مثير ومميز جدا بامانه، والله يشكرون عليه صراحه. واكيد ان عندهم الجديد ان شاء الله البطولات الجايه ان شاء الله باذن الله. شوف طلع عادي جدا يعني باذن الله ان شاء الله. اذا تكلم على المنافسه اليوم اللي صارت لين يخلصون الربع من التجهيزات. طبعا مثل ما ذكر اخونا ابو عبد الله ان ابو خاتم، محمد بن عبد اللطيف المسند، الشباب موجودين في بعد في الجمعيه بيض الله وجههم على التنظيم
يا مرحبا بهم، مسيهم بالخير. اذا نتكلم عن الدعم، نعم نتكلم بعد ايضا على حضورهم دعم، مسؤوليه بعد التنظيم. وشفت متابعين معاهم، احنا معاهم في نفس الميدان، نشوف الشباب لما في اي خلل، لا في سنسر، لا في فوتو فينش، لا في ميدان، لو قرطاس جاء اساس ان كل ياخذ حقه، يعطون كل حقه ولا يبون يقصرون مع احد، يعطون الصقار حقه ويبون الطير ينطلق بالانطلاقة الصحيحة، ولا يبونها يعني يصير عليها أي خلل ولا شيء يأثر عليه. يعني جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، ويستاهلون. وعندهم بطولة اللي هي بطولة جمعية القناص، البطولة القادمة بإذن الله تعالى من 27 إلى 5/8. شوف الشباب بعد صار متواجدين وأمورهم إن شاء الله زينة، بس يبيله شوي كل واحد كمام. أيوة كمام إيه، يا سلام عليك فنان، البسه لازم تلبس. يا سلام عليكم، عندكم تتويج بعد شوي. شوف الريال، شوف اخونا، شوف شلون كاشخ بكمامه ينطر التتويج، ولا اكيد انه فايز بالصقار الصغير، والله صقار الواعد. وهذه الهدف الاسمى من هالبطولات هذه، تواجد عيالنا، غرس فيهم الموروث الشعبي لما هو قادم. مهما تطورنا، وصلنا للتطور وين وصلنا، يبقى الأساس أساس. أكيد طبعًا، يبقى الأساس أساس. في أمور لا يمكن التخلي عنها. ما في كلام، ما في شك. وهذا موروث شعبي، راعي طير ولدنا، أخونا الصغير يتعلم من الحين، بيعلم اللي عقبنا، وهذا هو الهدف. صح، هذا الهدف أصلًا من البطولات هذه اللي قاعدة تصير الحين، الدعم حق الشباب. أول شيء يدعمونهم في هوايتهم اللي هم يحبونها، ويكون فيه يكون الواحد يستقل هوايته في حاجة يحصل منها فائدة. صحيح. والشغلة الثانية هي يزرعها في الصغار، يزرع حب الطير ويجتمع مع أخوانه ويتعلم منهم، ويتعلم حتى المسميات، ويتعلم كل حاجة تتعلق في الطيور وفي الموروث الشعبي، تكون موجودة مطروحة على الأسئلة في المسابقة هذه اللي موجودة. وشفنا ما شاء الله، هي نعم يجاوبون الشباب، ما شاء الله عليهم يجاوبون ومجتهدين، وبينهم تنافسهم بينهم الصغار، ما شاء الله عليهم تنافسهم أقوى من تنافس الكبار. صحيح، يصير بينهم وراحوا بكره المدرسه، انا قلت السبق الفلاني وانت قلت الوكر وغيره. وشوف الترتيبات، ابو سعيد والشباب، هذه في عادات من الاشواط. ونتكلم عن البطوله الجايه ابو مسعود، من 27 الى 5/12، الصقار الصغير، الصقار الواعد، فرخ الحر، قرناص حر، قرناص شاهين، فرخ جير حر، قرناص جير حر، فرخ جير شاهين، قرناص جير شاهين. وعندهم طبعا اللي اول بطولات الموسم راح تكون موجوده اللي هي الطلع الربع، كلهم منتظرون. شفت انا المسيح بالخير اخونا محمد المبارك العلي رئيس لجنه الطلع، متكلم امس انه راح يكون الطلع في مرمي، في نفس المكان اللي يصير فيه كل سنه الحين. بالضبط. نروح لابو عبد الله. ابو عبد الله، عندك الصوت، صوره بالخيمه عندك ابو عبد الله. مرحبا بك يا حماد، رجعناكم من جديد. طبعا معنا اليوم اخونا محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس الجمعيه، جمعيه القناص. مساك الله بالخير يا ابو عبد اللطيف. مساك الله بالخير يا ابو عبد الله، سعيد بلقائي معك. احنا والله سعيدين بشوفتك الليل. عمرك وسلمك يا ابو عبد الله. عبد اللطيف، احنا شاكرين لكم على التنظيم اللي اكثر من رائع، وبيض الله وجيهكم، سواء البطوله الاولى بطوله الصفري والبطوله الثانيه. الله يطول عمرك أبو عبد الله، صراحة الحمد لله رب العالمين. أعتقد فضل الله سبحانه وتعالى، فضل دعم الحكومة للشباب في كل القطاعات، منها قطاع الرياضة التراثية وصيد بالصغور. الحمد لله رب العالمين، تنظم جمعية القناص الغطرية العديد من البطولات، منها بطولة رأس لفان للتواصل الاجتماعي. من خلال لقاء هذا أشكر برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي على الدعم، والشركات الراعية لها. أيضا أحث الشركات الحكومية والوطنية على دعم مثل هذا التراث. أيضا الشكر موصول لكم أنتم كقناة الكاس على التغطية، وأخص بالشكر أخوي عيسى الهتمي وعيسى الصليطي وأنت بعبد الله وأخواني المصورين وكل من قام على نجاح هذه البطولة. ومبارك حق أخواني اللي فازوا في هذه البطولة، نقول حظ أوفر إن شاء الله في المرات الجاية اللي ما حالف الحظ. الله يجزاك خير يا ابو عبد اللطيف، طبعا هذا واجبنا، وان شاء الله نبارك للي فايزين واللي ما فازوا، وان شاء الله نقول الوقت للحين طويل، المسابقات واجد. لكن ابو عبد اللطيف، احنا بغينا تحدثنا عن المسابقه البطوله الجايه اللي هي الطلع وفيها الدعو، كيف الاليه وشلون بتكون؟
اعتقد ان بطوله جمعيه القناص اللي راح تكون ان شاء الله بعد هذه البطوله راح تكون بطوله مصغره من بطوله او من مهرجان مرمي الكبير شامل على كل المسابقات سواء الصقار الصغير او الصقار الواعد او مسابقات الدعوه. ايضا بطوله الطلوع اعتقد ان جزء كبير من مشاهدين قناه الكاس يالس يرتقب هذه البطوله. ايضا عندنا مسابقات سلوقي واعتقد ان لها شعبيه كبيره، فاعتقد ان اليات واضحه يا ابو عبد الله للكل. نتمنى التوفيق، اعتقد ان راح تكون مسابقه الطلع يمكن جزء كبير من اخواني احنا كنا متعارف عليه انها تكون هنا في صبخه الخيره، لكن ان شاء الله بطوله الطلع راح تكون في مرمي. نتمنى التوفيق لاخواننا المتسابقين في هذه البطوله وغيرها من البطولات. اللهم امين. ابو عبد اللطيف، بغينا احنا الحين نتكلم عن المهرجان الاكبر اللي هو مهرجان مرمي، ايش الجديد في مهرجان مرمي؟ والله ابو عبد الله كل شيء جديد دائما في مرمي. الجديد ان شاء الله راح تشوفونه في مرمي، احنا ما نستبغى الاحداث لكن نتمنى ان شاء الله يكون فيه جديد، لكن بشكل عام ان شاء الله انتم وجودكم ان شاء الله في 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 هذه النسخه جديد وتشوفون الجديد ان شاء الله. طيب ابو عبد اللطيف، بغينا نتكلم عن الاجراءات الاحترازيه اللي بتكون في مرمي، هل في ترتيب جديد او تجهيز من حضور الجماهير او ما شابه ذلك؟ احنا ابو عبد الله في جمعيه القناص القطري وفي كتاره حريصين على تطبيق كل الاجراءات الاحترازيه اللي تفرضها الدوله علينا بشكل عام. الاجراءات مثل بطولاتنا هذه اللي تشوفها، يعني حريصين على ابراز الحاله الصحيه للمتسابقه والحاضر في مثل هذه البطولات، لبس الكمام، قياس الحراره، التباعد الاجتماعي، احنا حريصين على هذا وايضا حريصين على سلامه المشاركين في مثل هذه البطولات والمهرجانات. شكري لك ابو عبد اللطيف، بيض الله وجهك، وان شاء الله نقول الوعد قريب، يعني المسابقات الجايه ان شاء الله، الوعد البطولات الجايه والوعد مرمي دائما. شكرا، موفق يا ابو عبد اللطيف، مرحبا. الله يرحم والديك، شكرا. طبعا هذا اللي كل عندنا، تكلمنا مع ابو عبد اللطيف نائب رئيس جمعيه القناص، وتكلمنا عن المهرج المسابقات الجايه وعن مهرجان مرمي، واتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمشاركين الاخوان المتسابقين. نرجع لك بالصوت والصوره. قواك الله ابو عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه، وايضا الى محمد بن عبد اللطيف المسند، تكلم بشكل مفصل عن البطوله هذه وعن البطوله القادمه ايضا وعن المعترك الكبير اللي هو جاي مرمي، الكل ينتظر البطوله الجايه. هاي يقول لك ابو عبد اللطيف، يقول ان مرمي مصغر، يعني مرمي مصغر بالنسبه دام فيها طلع وفيها الله يعز السلوقي، فمعناته ينتظرون المعترك الكبير. الله يجزاهم عنا كل الجزاء، يعني ما يقصرون عز الله جمعية القناص، يوفرون كل حاجة ويوفرون كل الأشواط ويعطون كل راعي حق حقه، ودهم الراعي الطلع أنه راضي، ودهم راعي السلوقي تكرم أنه راضي، ودهم الراعي الدعو راض. والربع والله يستاهلون، والله يستاهلون عز الله. رزنامة رزنامة بأمانة رزنامة، يعني إذا شو تبلش مع جمعية القناص من الصفري إلى راس لفان، تخلص راس لفان من 3-4 أيام تدخل في جمعية القناص، تخلص تدخل في اليوم الوطني إلى 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 مرمي. وفي بطولة مهمة جدا أيضا اللي هي المعزاب للشباب الصغار. هذه من أهم البطولات اللي يهتمون فيها جمعية القناص، معسكر كبير للأعيان الصغار، ما يختصر على علم الطير او وضع الطير، لا، بيت شعر، قهوتك، مطاياك، خيل اذا في، يعني كامل مكمل لكل الشباب اللي وده يتعلم، اللي عارف طبعا وده يزيد خبرته. المعزاب موجود والربع مهتمين فيه كثير جدا. والله فكرته ممتازه صراحه وبرنامج ناجح والله، يستفيدون منه الكثير العيال الصغار ذولا، يتعلمون الحياة الأولية موجودة كاملة عندك، يوفر لك كل شيء وعندك موجود وتعيش حياة في البر، ترقد في بيت الشعر وتقوم وطيرك عندك وقانص، ويعطونهم يخلونهم يقرصون ويخلونهم يعلمونهم ركوب الهجن ويعلمونهم. جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، ويستاهلون ربعنا بعد عياننا أن الاهتمام هذا. ومثل ما ذكرنا راس لفان، وفي رسالة واضحة وجهها محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص، أن ندعو الشركات الثانية، الشركات الأخرى لدعم مثل هالبطولات هذه، دعم الموروث الشعبي. يعني إذا نتكلم عن راس لفان، راس لفان مش محتاجة منه ولا من أي أحد أي دعاية، راس لفان معروفة عالميا،
الشركات الأخرى، الشركات الحكومية، الشركات الخاصة، تعالوا ادعموا، تبنوا بطولة لعيالنا، تبنوا بطولة للموروث الشعبي. هذا بعد احنا نوجه لهم رسالة ان انتبهوا للموروث الشعبي، توجهوا له بعد اذا تبون دعايات ما شاء الله. نعم، الكل يتابع البرنامج هذا، والكل يتابع البطولة هذه، ولها محبين كثار ولها عشاق ولها متابعين من كل دول العالم، يعني مو من عندنا وبس من قطر. والربع ان شاء الله، هذه رسالة نكررها مع اخواننا في جمعية القناص. واشواط اليوم وضع الطلع شلون، جاهزة الطيور الطلع الحين؟ لا جاهزة ان شاء الله، حرارة جاهزة. شنو طريقة التجهيز ابو مسعود؟ والله شوف انا اقول لك، الطلع يركدون الطيور هل الطلع، لكن الطلع طلع المقناص غير عن طلع المسابقة. المسابقة يبغى طير يطلع بسرعة، يطلع بسرعة ويشوف، مو بيطلع على فاله كذا، يبي لها سرعة ويبي لها طير يشوف. قنصه وافتحه المحمية. يكفينا يكون قانص فقط ولا في في ترتيبات ثانية؟ لا في ترتيبات، انا اقول لك السرعة، تبغى السرعة؟ ايه السرعة لازم ضروري. 5 دقائق؟ ايه والله مسألة 5 دقائق، اوكي 5 دقائق عندك، لكن غير 5 دقائق معك ريجي صافي معك في السنح. ايه طير اللي يطلع قدام طيرك خلاص يطلعك برا، حتى لو طيرك بطل، خصوصا اذا طلع وهو شايف. صحيح، ما في لا عاده ولا اي، خلاص ما في شيء، طلع وخلاص تطلع المجموعه اللي معه كامله ويقطع قلبك لا طلع فوق وشدد. اي خلاص يسنعها وين راحت. الوضع يختلف هناك. اي بالله يختلف. ابو مسعود، اذا 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 نتكلم عن 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 ضغط الرزنامه خاصة بالظروف اللي مرينا فيها في الأخير، ولكن أنا أشوفها مستمتعين الربع. إي بالله مستمتعين. بطولة ورا بطولة مو موقفين. بالعكس لا أزين، وفرصة لهم اللي عنده طير ما هو بجاهز الحين، البطولة الجاية بعدها بكم يوم ولا فترة بسيطة بيكون جاهز طيره إن شاء الله يشارك فيها، اللي طيره اختل في البطولة هذه إن شاء الله البطولة الجاية يكون بصحته الجيدة ويعوض الخلل اللي صار معه في البطولة. ما يجهد الطيور؟ لا إن شاء الله أنه ما يجهدها، الدعوة البسيطة ما يجهدها، لكن أنا أقول لك تجهيز الطير ما هم موصلين حده يعني في تجهيزه في البطولات الأولى، لأنه ما عاد عقب التوب إلا النزول. أنت لو وصلت في مكان معين مع صعب المحافظة عليه. نروح نشوف التتويج في الخيمة عند أخوان محمد بن سعيد التبيسي، وبداية التتويج كل المسابقات في هالبطولة هذه. مرحبا فيكم الأخوة الكرام، نشكركم على حضوركم ومتابعتكم لأجواء البطولة، ونتقدم باسم جمعية القناص القطرية والمشاركين بجزيل الشكر لراعي بطولة رأس لفان للصغور 2020، برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي والشركات الداعمة له، حيث تتشرف البطولة بحمل اسم البرنامج ودعم تراثنا تراث الصقارة الأصيل، ونرجو من الله أن يستمر هذا التعاون وهذا الدعم لفائدة إخواننا الصقاقير، وعلى أمل لقائكم إن شاء الله في الدورة المقبلة. والآن يتفضل السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية، ويتفضل السادة ممثلي برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي إلى المنصة لتوزيع الجوائز على الفائزين. في البداية تفضل السيد محمد بن عبد الطريف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية بتسليم درع تذكاري للسادة ممثلين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي. أما الآن نتفضل بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات، مسابقة بطولة رأس لفان التواصل الاجتماعي 2020. الفائزين في مسابقة الصقار الصغير من سن 6 إلى 10 سنوات، المركز الأول جمعة محمد سعيد الكبيسي،
المركز الثاني عبد اللطيف سعد عبد اللطيف المسند المهندي. المركز الثالث ثاني محمد سعيد الكبيسي. ننتقل إلى مسابقة الصقار الواحد فئة القرموشة، المركز الأول تميم حمد ناصر مسند المهندي. المركز الأول والثاني. المركز الثالث مبارك خليف مبارك خليف العسيري. ننتقل إلى مسابقة الصقار الواعد فئة التبع، المركز الأول والمركز الثاني عبد العزيز علي عبد الله المسند. المركز الثالث عبد الله منصور راشد الجبر النعيمي. ننتقل إلى مسابقة الدعو قرناس حر، المركز الأول عبد الله عامر محمد بن دي الكعبي. المركز الثاني فريق إلزم. المركز الثالث حمد عبد الهادي محمد مبارك بن نايفة. ننتقل إلى مسابقة الدعو فرق حر، المركز الأول عبد الله ناصر عبد الله أحمد المسند. المركز الثاني فريق إلزم.
المركز الثالث حمد عبد الهادي محمد مبارك بن نايفة. ننتقل إلى مسابقة الدعو قرناس شاهين. المركز الأول عبد الله عامر محمد بن دي الكعبي. المركز الثاني فريق لوسيل. المركز الثالث فريق إلزم. ننتقل إلى مسابقة الدعو قرناس جير حر. المركز الأول عبد الله سعيد عبيد المري. المركز الثاني فريق لوسيل. المركز الثالث فريق إلزم. ننتقل إلى مسابقة الدعو فرخ جير حر. المركز الأول فريق لوسيل. المركز الثاني خليفة ناصر علي عبد الله المسند. المركز الثالث فريق الشحانية. ننتقل إلى مسابقة الدعو قرناس جير شاهين. المركز الأول فريق لوسيل. المركز الثاني عبد الله عامر محمد بن دي الكعبي.
المركز الثالث خليفة ناصر علي عبد الله المسند. ننتقل إلى مسابقة الدعو فرق جير شاهين والحائز على ثلاث مراكز الأولى فريق النخبة. أما الآن ننتقل إلى الشوط الجديد في هذه البطولة، شوط النخبة فئة الجير، المركز الأول عبد الله عامر محمد بن ديه الكعبي. المركز الثاني خليفة ناصر علي عبد الله المسند. أما المركز الثالث في شوط النخبة فئة الجير فريق إلزم. أما الآن يتقدم السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية بتوزيع جوائز تذكارية للسادة ممثلين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي على دعمهم لهذه البطولة. نشكر جميع المتسابقين وجميع الفائزين والمنظمين في هذه البطولة والسادة ممثلين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي على هذا الدعم، وإن شاء الله نشوفكم في المسابقة القادمة. إذن أعزائي المشاهدين شفنا معاكم تتويج المتسابقين اليوم، الربع كلهم يستاهلون محمد اليوم، كل المتواجدين شفنا برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي بأمانة يشكرون على هالبطولة المميزة، البطولة اللي ضافوا فيها شوط مميز، حضورهم اليوم تكريمهم من جمعية القناص بأمانة يستحقون. والله يستحقون التكريم، احنا نشكرهم على الدعم ونشكر جمعية القناص على التنظيم والإشراف على البطولة، وأشكركم كقناة الكأس على النقل وضع المشاهد في الحدث نفسه. هذا واجبنا دائما ابدا محمد، يعطيك الصحه والعافيه. الله احنا تقريبا وصلنا للختام محمد، قواك الله، بيض الله وجهك ووجهك طال عمرك على الايام اللي قضيتها معانا، وهذه البطوله الجايه محمد نشوفها التسجيل 27/11 من 27/11 ولغايه 5/12، والبطولات اللي ذكرناها صقال واعد وصقال صغير هي الاهم والمهم دائما في كل البطولات هذه.
فرخ الحر، قرناس، قرناس حر، قرناس شاهين، فرخ جير حر، قرناس جير حر، فرخ جير شاهين، قرناس جير شاهين، سباق طبعا اللي ينتظرون ربعنا الطلع، وأعزكم الله آخر شيء السلوقي. بطولة مثل ما ذكر محمد بن عبد اللطيف المسند أنها بطولة مصغرة لمرمي. والله نشكرهم على هالبطولة ونتمنى التوفيق إن شاء الله اللي ما حالفهم الحظ في البطولة هذه، إن شاء الله إني حالفهم في البطولة الجاية. أشكرك من جديد محمد، بيض الله وجهك على الأيام اللي قعدناها في الاستديو في بطولة رأس لفان. شكرا محمد، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم الختام بعد التتويج المميز بأمانة اليوم شفناه في بطولة رأس لفان نسخة الثانية 2020. وصلنا معاكم الختام، كل الشكر لكل زملائي، زميل محمد الملهية دائما وأبدا متواجد معانا، من الاعداد احمد فرج وزهدي نصار، من الاخراج محمد بدر بلال وعيسى صليط المميز دائما. نلتقيكم باذن الله تعالى في بطولات اخرى، تقبلوا تحياتي في امان الله.